مشاهدينا الأعزاء، هذه تحية لكم. فقرتنا الثانية من برنامجنا مع الناس الليلة هنقدم كالمعتاد فقرتنا الطبية. الحقيقة هي فقرة مهمة جدا، ونتكلم فيها عن موضوع محبب لحضراتكم، ومعنا كمان يعني أحد نجوم إن صح التعبير العلوم الطبية المتخصصة بالذات في مجال التغذية. هنتعرف على أحدث صيحات العلاج والوقاية من الأمراض المختلفة، وكيفية التحلي بسلوك صحي وصولا لحياة أفضل من خلال نظام غذائي يعني متميز، والحديث عن أسباب السمنة وتداعياتها على الصحة العامة، وأهم طرق التعامل معها والوقاية منها، سواء من خلال النظم الغذائية والعلاج الطبيعي أو التعامل الطبي والدوائي والجراحي إن يعني احتاجت الأمور. أما بعد الأخبار وفقرتنا الأولى، عندنا لقاء مع صحفية شابة استقصائية عملت موضوع مهم جدا، هي الأستاذة علياء أبو شهبة. عملت تحقيق طريف ومميز عن أحوال الحمامات العامة في مصر، وإيه أهم المشكلات اللي بتعاني منها ويتعرض ليها المستخدمون، وإزاي يعني تعكس أوضاع هذه الحمامات، إزاي بتعكس أوضاع كثير من السلبيات المنتشرة في بلادنا، وكيف يمكن تحسين حال هذه الحمامات. الموضوع مرتبط الحقيقة بثقافة شعب، عندنا مشاكل كتير جدا بالتأكيد، يعني الجهات المختصة بتتحمل جزء كبير، بس الحقيقة أنا ببقى مصر أنه إحنا كمان بنتحمل الجزء الأكبر بسبب الثقافة المغلوطة في الشارع المصري، وتعاملنا بنوع من الاستهتار وعدم واللامبالاة مع كثير من أمورنا. خلوني أصحب حضراتكم في جولة إخبارية، ناخد كده مجموعة من العناوين وتفاصيلها كبداية استهلالية قبل ما ندخل في موضوعاتنا، سواء لقائنا مع الأستاذ علياء أو اللقاء المرتقب مع الدكتور عماد كامل إن شاء الله. من اليوم السابع الدولة تنتفض لضحايا ومصابي قطاري الأسكندرية. السيسي تسخير كافة الإمكانات لتوفير الرعاية للمصابين وصرف 50,000 جنيه لأسرة كل متوفي، والنائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث. انتفضت الدولة المصرية بكافة أجهزتها ووزاراتها تجاه ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري الأسكندرية، حيث عبرت رئاسة الجمهورية عن خالص الأسف للحادث الأليم الذي وقع الجمعة نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الأسكندرية، وأسفر عن وفاة عدد من الضحايا والمصابين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص تعزيل أهالي الضحايا، مؤكدا على أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها للتعامل وتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين. الحقيقة أنه الخبر الأهم أنه الرئيس النهاردة التقى الدكتور هشام عرفات في لقاء مطول، بالطبع الدكتور هشام هو وزير النقل، وتعرف منه على التحقيق وملابسات الحادث، ووجه بتحويل أو باطلاعه على نتائج التحقيق وسرعة تحويل المتسببين في هذا الحادث إلى جهات التحقيق، ومحاولة تدارك مثل هذه الحوادث الأليمة اللي بتقع من أن لآخر في مصر في المستقبل القريب. وأنا بعتقد أن الأيام الجاية هتشهد بعض الإجراءات في هذا المرفق المهم والحيوي، اللي بتأكيد الدولة لن تتركه بهذا الشكل، كل يوم المصريين بينزفوا دما بسببه. من مصراوي وفي نفس الموضوع الحقيقة، النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطاري الأسكندرية، حيث أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجود بالقطارين المتصادمين بالأسكندرية، وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين لفحص السيموفورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث، وكذا معاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم لبيان مدى الصلاحية الفنية للقطارين والسيموفورات وأبراج المراقبة. ووجه النائب العام بتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما، وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع حادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة، وذلك لتحديد أسباب الحادث وصولا لتحديد المسؤولية والمتسبب فيه. دكتور خالد مجاهد صديقنا العزيز المحترم المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، مساء الخير دكتور خالد. يعني لو تطمنا على أحوال المصابين والرعاية التي تقدم لهم دكتور خالد، وآخر الأرقام يعني للأسف الشديد بخصوص الشهداء والضحايا. يعني إيقاف التعزية طبعا لأسر الشهداء اللي توفوا جراء هذا الحادث الأليم، ووصلت الأعداد 41 حالة وفاة. تم استخراج تقارير دفن وتسليم جثث ل 36 حالة لذويهم، ومتبقي 5 حالات منهم 3 ما زالوا مجهولين جاري التعرف عليهم. من بين الوفيات في عندنا 11 طفل و8 سيدات. خالص التعازي مرة أخرى. بالنسبة للمصابين احنا كنا وصلنا ل 132 مصاب،
خرج من المستشفيات 79 مصاب خروج تحسن، متبقي 53 في المستشفيات، 53 منهم 23 حاله استدعت حالتهم بتدخلات جراحيه، وبالفعل تم عمل الجراحات اللازمه لهم اخرها كان اليوم، و 30 حاله موجودين فقط في المستشفيات للمتابعه تحت عنوان يعني العلاج التحفظي او العلاج الابقائي. تراوحت اصاباتهم بين كدمات وكسور في اماكن متفرقه بالجسم وصفائيات واتجاهات. الحمد لله حالتهم مستقره، وان شاء الله خلال الساعات القليله القادمه هيتوالى خروجهم تباعا من المستشفيات. بالنسبه للمتوفين وللضحايا دكتور خالد، ايه اسباب الوفاه يعني والاصابات الغالبه على المصابين؟ يعني هل هي كلها كسور ردود بفعل الاصطدام ولا في اسباب اخرى؟ لا، هي الاصابات الغالبه كلها كسور وسحاجات وكدمات، دي الاصابات الغالبه. وطبعا المتوفين يعني بيبقى يصعب شويه الصدمة تحديد، لكن هي اسباب مختلفه وكثيره. لكن خليني اقول ان الاصابات يعني مع حجم هذا الحادث الكبير والقديم، الاصابات الحمد لله الى حد كبير مع حجم الحادث او بالمقارنه بحجم الحادث كانت نقدر نقول يعني تم السيطره عليها، والوضع الصحي الحمد لله مش سيء يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد، متحدث باسم وزاره الصحه والسكان، ونتمنى يا رب الشفاء العاجل والسريع لكل المصابين في هذا الحادث الاليم، وبالتاكيد يعني بندعو المولى سبحانه وتعالى للضحايا والشهداء في هذا الحادث يعني بالرحمه والغفران، وان يسكن المولى سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الضحايا يعني فسيح جناته يا رب العالمين. خلونا نشوف أخونا سليمان، وهو يعني عنده 2 من المفقودين أولاد عمه، هم سعيد عوض وسيد عوض. سعيد مساء خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد، أهلا وسهلا سليمان. قل لي أستاذ سليمان، يعني لغاية دلوقتي ما فيش أخبار عن سعيد وسيد عوض؟ يعني لا، سعيد والسيد عوض دول افقدوا اولادهم يا فندم. فقدوا اولادهم؟ دول فقدوا اولادهم، دي اكبر حاله يعني. دول فقدوا من الاسره 7، 6 توفوا وفي واحد الى الان لم يعثر عليه. في 6 متوفين وواحد حتى الان في اعداد يعني المفقودين. سعيد عوض توفى له 3 اولاد وزوجه. لا حول. والسيد عوض توفى له 2. هم كانوا على متن القطار هم ايضا؟ دول كانوا على متن القطار وجايين من الشرقيه من مناسبه، وكان والدهم سعيد عوض في انتظارهم، سمع بالحادث، خد خطواته بقى لمكان الحادث وبتاع، فبدأ يشوف، فلقى بنته. اول ما لقى بنته بعد كده زوجته. لا حول ولا قوه الا بالله. ولسه عنده طفل مفقود. لا هو انا بقول لك سعيد عوض كده يعتبر فقد اسرته كلها، الزوجه بالاولاد. سعيد عوض فقد الزوجه بالاولاد، والسيد عوض اخوه فقد 2 من اولاده. بقى لي ربنا يرحمهم ويصبر قلبه يا رب ان شاء الله، ويعني انا مش عايز اقول وعزائنا انهم يعني في جنه الخلد باذن الله يعني. يا رب انا عايز اقول لحضرتك الناس تدعي لهم يعني طبعا بالرحمه والمغفره للاطفال. طبعا طبعا. انا عايز اقول لك اللي بيجي يعزه يعني بيساله بيقول له طب نقول له ايه؟ فبنقول له ربنا يصبرك. مش قادر يعني الطبيعي ان انت بتقول لاي حد ان لله وانا اليه راجعون، ربنا يتغمده برحمته، لكن احنا بنقول له ربنا يصبرك بصراحه. صحيح صحيح صحيح. يعني اللي بيبقى متوفي له واحد بتبقى يقول لك دماغه مش معاه، ده اولاده كلهم بمراته. ربنا يكون في عونه والله، ربنا يكون في عونه. ندعو الله يعني ان يربط على قلبه ويثبته يعني وعزائنا انهم جميعا ان شاء الله في جنه الخلد يعني يا استاذ سعيد. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يعني. شيء مؤلم الحقيقه يعني، تخيلوا حضراتكم لما اسر كامله بهذا الشكل يعني، اب بيفقد كل ابنائه وزوجته يعني شيء مؤلم، لا نملك معه الا الدعاء لهم بالرحمه يعني، وان يتغمدهم المولى بواسع رحمته، وان يسكنهم فسيح جناته، وان يربط على قلبي فعلا ويصبروا الأخ سعيد وشقيقه أيضا سيد اللي فقد 2 بالإضافة لزوجته. يعني شيء مؤلم ونزيف يعني، كنا بنتكلم عن نزيف الأسفلت، لكن يبدو أيضا أن نزيف السكك الحديدية لا يود أن يتوقف. أسباب كتير ومتعددة، مش عايزين نسبق الأحداث، لكن نتمنى يعني نتمنى أنه يتوقف هذا النزيف قريبا يعني.
من الشروق الخارجية تنعي شهداء القوات المسلحة الإماراتية، حيث نعت وزارة الخارجية المصرية شهداء القوات المسلحة الإماراتية الذين لقوا حتفهم فجر اليوم بعد تحطم مروحيتهم باليمن. وكتب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حساب الوزارة على موقع تويتر صباح السبت خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا في شهداء قواتها المسلحة. ندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. من مبتدأ السعودية ترحل 65 حاجا مصريا. رحلت السلطات السعودية 65 حاجا رفضت السماح لهم بالعبور بسبب حصولهم على تأشيرة عمل وسياحة، والتي أوقفت السعودية قبولها اليوم وتستمر خلال موسم الحج، وتم إعادة الحجاج إلى القاهرة مرة ثانية. من جانبها بدأت شركات الطيران في إصدار تعليمات إلى الحجاج بحظر السفر إلى المطارات السعودية بداية من اليوم السبت 12 أغسطس حتى انتهاء الموسم في 2 سبتمبر من حامل التأشيرات العمل والسياحة خلال موسم الحج، على أن يتم استثناء حامل الإقامة أو الجنسية السعودية. من المصري اليوم 20,000 من طلاب الثانوية يسجلون رغباتهم في أول أيام تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق أن هناك نحو 20,000 طالب من طلاب الثانوية العامة في مرحلتها الثالثة من الناجحين في الدور الأول سجلوا رغباتهم خلال الساعات الأولى من فتح موقع التنسيق اليوم السبت، مشيرا إلى أن موقع التسجيل متاح لتسجيل رغبات الطلاب حتى 7 مساء الاثنين المقبل بعد غد. دي كانت مجموعة أخبار سريعة، عناوين وتفاصيل قدمناها لحضراتكم في بداية هذه الحلقة من برنامجنا مع الناس لهذه الليلة. أنا أتوقف مع فاصل سريع ونعود بعده للحديث في فقرتنا الأولى مع الصحفية علياء أبو شهبة عن موضوع يعني التحقيقات الاستقصائية اللي بتقوم بها، وآخر استقصاء أو آخر تحقيق قامت به عن أحوال الحمامات العامة في مصر. ابقوا معنا. بيت الراحة لقب يطلقه المصريون الحقيقة على أماكن قضاء الحاجة. موضوعنا لطيف النهاردة، لكن خلينا نقول لحضراتكم أنه الحمامات العامة في مصر غيرت هذا المفهوم بشكل كبير، لأنه أصبح اللي بيستخدمها بين واقع بين حاجتين، ما بين ما نسميه سندان ضرورة قضاء الحاجة ومطرقة الحالة الصعبة للحمامات العامة بمصر. الحقيقة زميلتنا الصحفية الأستاذة علياء أبو شهبة، وهي صحفية استقصائية شابة، لفت نظرها حال الحمامات العامة بالقاهرة، فأجرت حول هذا الموضوع تحقيق لطيف وطريف جدا. حاولنا احنا من خلال اللقاء النهاردة او بنحاول من خلال اللقاء النهاردة نتعرف على ليه الفكرة جت لها، ايه الاسباب اللي دفعتها لاجراء هذا الاستقصاء، ايه اهم الاجراءات اللي قامت بيها لاتمام التحقيق، ونعرف كمان منها ايه اللي توصلت ليه من خلال هذا التحقيق من نتائج، سواء بخصوص اسباب الحالة الصعبة اللي أصبحت عليها الحمامات العامة بمصر إن وجدت يعني، أو الوسائل اللي يمكن بيها تحسين أحوال هذه الحمامات. خلوني أرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة علياء أبو شهبة الصحفية وزميلة العزيزة. أهلا بك أستاذة علياء، برحب بحضرتك. أول سؤال يتبادر للذهن، يعني موضوع غريب، فيعني إيه فكرته وجالك إيه، وإيه الأسباب اللي حدت بيكي أو دفعتك لعمله يعني؟ هو حقيقة هو موضوع يهم كل الناس، يهم كل المصريين، وفي نفس الوقت مفيش اهتمام إعلامي ولا صحفي بيه بشكل كافي. وأنا كان في بالي معالجة مختلفة اللي شدني ليه إن أنا واحدة من الضحايا، يعني بما إن أنا بشتغل وإن أنا بقضي وقت بره البيت. حركتي في شارع القاهرة؟ بالظبط. فحقيقة أصبت بأكبر أثرين من دورات المياه المش نظيفة. أولا إن أنا أصبت بعدوى نتيجة استخدام حمام مش نظيف، ثانيا إن أنا مع تكرار حبس البول لفترات طويلة أصبت بحصوة في الكلى. فبدات ادور طب انا ده حصل ليه، طب الحوالي كده يعني بالظبط. ولقيت ان ده يعني اللي عرفته من الدكتور اللي كان بيعالجني ان ده يعني عدوى شائعه وان ده طبيعي وان هو بيجي له حالات كتيره كده. غير كده معاناه اللي حواليا، يعني ان كان رجاله او ستات كبار، السيدات الحوامل، لو واحده عايزه تغير لطفل، صاحباتي مثلا لو واحده عندها طفل وبدات تعلمه يدخل الحمام تبقى شايله هم المرحله دي، لان على الاقل وهو بيعمل في البامبرز هي بتبقى هتعرف تتصرف عن ان هو عايز يدخل الحمام،
وخصوصا لو بنت، لان نظرا لطبيعه التبول بيكون تعرضها للاصابه باي ميكروبات بيكون اكبر من الولد. فده طبعا شدني ان انا يعني اعمل معالجه حتى مختلفه للقصه نفسها، يعني انا خدتها بالشكل الصحي والبيئي، الاثر الصحي والبيئي. ما ركزتش قوي على الحالات لان انا شايفه ان كلنا حالات. انت عملت التحقيق على القاهره بس؟ مظبوط. ولا في بعض المحافظات؟ لا القاهره بس. اكتشفتي ايه يعني؟ هو حقيقة بدأت منين يعني؟ بدأت يعني من منطقة وسط البلد وعبد المنعم رياض ورمسيس، المفروض اللي هي منطقة مهمة. بالظبط، هي منطقة حيوية واستراتيجية وبيتردد عليها يوميا المتحف ملايين. المصري مظبوط كده. فبدأت كان في دورة مياه في عبد المنعم رياض اتقفلت، في دورة مياه موجودة في موقف عبد المنعم رياض هي للسواقين ممكن يسمحوا لحد بدخولها لأنها بتشرف عليها هيئة النقل العام. كانت قبل كده دورة مياه عمومية لكن دلوقتي ضيقوا عليها قوي وبقى الأساس بيدخل فيها السواقين. بعد اللي هي تحت الأرض جنب موقف إتوبيس. مظبوط. بعد كده وصلت في شارع الجلاء خلف معهد الموسيقى العربية، لقيت دورة مياه بيجي فيها راجل كبير شغال بيفتح دورة المياه لمدة ساعتين وبيقفلها تاني، بتفضل مقفولة طول اليوم. دي تبع مين طيب؟ دي المفروض تبع للدولة، كل دي تبع لمحافظة القاهرة يعني المفروض انها بتكون بتشرف عليها. كان الطريف في الجزئية دي انه انا رايحة اسأل عليها، فده بجوار الكنيسة الإنجيلية في الإسعاف، فلقيت واحد طالع من الكنيسة بيقول لي يا أستاذة بلاش دورة مياه عمومية، تعالي اتفضلي عندنا في الكنيسة والحمام نظيف وبدأ الناس اللي حواليه بقى يقولوا لي اتفضلي، دول ناس محترمين جدا. فطبعا ضحكت يعني أنا بشتغل. الناس بيعرضوا خدماتهم يعني وخايفين عليكي جدا. في دورة مياه كمان في بولاق أبو العيلة اللي هو المتجه بقى لوكالة البلح، برضو في حالة سيئة جدا من ناحية النظافة. وفي دورة مياه موجودة في شارع رمسيس، كل ده في محيط وسط البلد يعني انت شغالة كده. مظبوط. قصاد محطة مصر. ودي يعني اللي صورت فيها اعتقد بحاجة. احنا معنا مجموعة صور تجايبها لنا. هي دي بتاعت رمسيس. دي بتاعت رمسيس. للأسف يعني هي دورات مياه ما فيهاش صيانة تماما، غير ادميه طبعًا. الريحه يعني طبعًا. قذره. دي ده المشروع اللي كانت عمل وقت صفر المونديال. دي موجوده في شارع ده اعتقد جنب كليه البنات الاسلاميه في مزبوط. شارع الطيران. مزبوط. وده اتقفل مقفوله، هي محطوط على جنزير كله. حقيقي. طب ليه قفلوها؟ ليه المشروع ده اتقفل؟ هو اللي حصل ان بعد ما خدنا صفر المونديال كان السبب الاساسي ان احنا خدناه ان مفيش دورات مياه عموميه، مفيش كباين لدورات المياه. يا سلام، كان من ضمن الاسباب اللي سيقت ده يعني كان السبب الاساسي للموضوع ده. فسنة 2007 تم اطلاق المشروع دوت، كانت محافظة القاهرة دكتور عبد العظيم وزير الله يرحمه ووزارة السياحة والهيئة العربية للتصنيع هي اللي عملت الوحدات اللي احنا شفناها دلوقتي. وبدأت تنتشر، كانوا 36 دورة مياه وكانوا موجودين في المناطق السياحية في الأساس وفي شارع وعند مجمع التحرير وعند الاستاد، لغاية دلوقتي في واحدة موجودة عند الاستاد وفي دي اللي موجودة في شارع طيران. لغاية لما قامت الثورة فبدأت في منها كتير اتدمر واتنهب واتسرق، واللي موجود لغاية دلوقتي كتب عليه شعارات سياسية وحاجات واتربطت زي ما حضرتك شفت كده، بس هو الأغلب اتسرق يعني أغلبها اختفت يعني للأسف الشديد. والدولة أو المحافظة ما فكرتش طيب تعيد إحياء المشروع؟ هي ما فكرتش وما عملتش عقوبة على شركة الإعلانات اللي هي المفروض كانت متولياها نظرا بقى لظروف البلد في الوقت ده، انفلات الأمن والأحداث السياسية اللي كانت موجودة في الوقت ده. لكن الفكرة بقى إن هم ما فكروش إن هم يعيدوا المشروع تاني. هو ده سؤال هيجي، لكن أنا عايزك يعني رغم طرافة الموضوع الحقيقة، لكن بالتأكيد واجهتك فيه بعض العقبات أو الصعوبات. واجهتك مشاكل أثناء إعداد التقرير؟ واجهتني مشاكل كتيرة قوي. أولا المعلومات المتوفرة عن الموضوع قليلة جدا. ثانيا المصادر اللي ما كنت ببدأ ان انا اسألهم في الموضوع كانوا بيتعاملوا بسخرية شديدة جدا، يعني سايبة كل حاجة في البلد وجاية على الحمامات. لما كنت بدور على الاثر البيئي لفكرة ان في ناس بتتبول وبتتبرز في الشارع للأسف، وده ملوث خطير جدا للبيئة ان يكون في فضلات بشرية موجودة في الارض. صحيح. كنت بتقاول بسخريه من وزاره البيئه، يعني انت سايبه السحابه السوداء وبتسالي على ده، ما ده ملوث وده ملوث.
فطبعا لا السخريه كانت كتيره جدا. انا اللي خلاني اتحركت اقتناع شديد جدا باهميه الموضوع. باهميه الموضوع. طب المشكله بتكمن على فكره الاعداد الكبيره اللي بتبقى عايز تستخدم الحمام في شوارع القاهره او في شوارع المحافظات والمدن الكبيره وما بتلاقيش الطوابير، يعني عدد المستخدمين على مدار اليوم، ولا في تعامل الدوله مع الموضوع وقله الصيانه وعدم توفير الحمامات بالاساس؟ يعني حاطط ايدك على ايه في المشكله دي؟ هو تقريبا هو كل العناصر اللي حضرتك قلتها، بس هو بشكل اساسي مساله ان احنا نلاقي حمام نظيف ويكون متوفر ويكون حمام آدمي، ده في حد ذاته بقى يعني تقريبا مش موجود. يعني الناس بتلجأ ايه البدائل الناس بتلجأ لها؟ ان هو يدخل مثلا دوره مياه في مسجد، صحيح. دي ما تبقاش بالنظافه الكافيه. او ان هو يدخل في مطعم، يعني مثلا في ميدان رمسيس حضرتك هتلاقي دورات مياه كتيره مقابل جنيه انها تدخل، في منتهى القذارة يعني. فالبدائل كلها مش كويسة. ان هو يدخل في مول مثلا، يدخل في مطعم، برضو مستوى النظافة الشخص مش دايما هيكون جنبه مطعم ولا جنبه فندق ولا جنبه مول عشان يقدر يدخل يعني. فدي برضو دي مشكلة. والناس اللي هي البياعين، الناس اللي بتبقى في الشارع، الناس الأبسط ماديا وثقافيا وكل حاجة، بيلجأ ان هو يتبول في الشارع. يعني انا في موضوعي ما لومتش على الشخص اللي بيتبول في الشارع قد ما بلوم على ان هو ما قدموش بديل يعني. فده اللي انا اهتميت بيه في الموضوع يعني. طب انت عملتي احصاءات مهمه في هذا التحقيق الاستقصائي السؤالي، يعني سواء بخصوص عدد دورات المياه العامه في القاهره او نصيب كل مواطن منها، هتقولي لنا يعني كل حمام ممكن كام شخص يستخدمه وغير كده من الاحصائيات، يعني هل ده بيعكس قدر من الطرافة ولا قدر من الألم بحال بالحال السيء اللي وصلت إليه الحمامات والفكرة؟ لا هو ألم طبعا، ألم وألم كبير، لأن يعني أبسط الحقوق الإنسانية إن الإنسان يلاقي حمام نظيف يستخدمه لجسمه الطبيعي، ده احتياج طبيعي. كمان لما سافرت بره وشفت البدائل الموجوده ازاي ومستوى الحمامات العموميه وكباين الحمام موجوده ازاي ومتوفره، ده يعني كان من العوامل اللي حفزتني قوي ان انا اشتغل على الموضوع. هي دورات المياه العموميه اللي موجوده في القاهره عددها 44 دوره مياه فقط، من اصل 175 دوره مياه. الباقيين معطلين مقفولين، لان في قصه طريفه جدا. دورات المياه العموميه المفروض ان كان مسؤول عنها محافظه القاهره، بعد كده تم نقل المسؤوليه للاحياء، بعد كده الأحياء رفعت مسؤوليتها عن الإشراف على دورات المياه العمومية، بعد كده انتقل الموضوع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة. بس كل ده تبع محافظة القاهرة؟ بالظبط. يعني الأحياء تبع محافظة القاهرة، هيئة نظافة وتجميل بتتبع المحافظة بتاعت محافظة القاهرة يعني. مظبوط. هيئة نظافة وتجميل القاهرة قالت إنها ملهاش دعوة بدورات المياه العمومية رغم إنها أشرفت عليها لفترة. فبعد كده كلهم رفعوا ايديهم عن دورات المياه العموميه وحطوا في النهايه الاشراف على شركات الاعلانات، ان يجيبوا شركه اعلان ويدوها الحق انها تحط اعلان على دوره المياه، وبالتالي هي اللي بتقوم بعمليه الصيانه. الفكره ان مفيش رقابه ومفيش ده لو المحافظه عملت لها زي حمله وعملت جهاز مختص بهذا الامر وعينت فيه بعض الناس باليوميه، الناس مش لاقيه شغل، وطلبوا حتى من اصحاب شركات السيراميك والادوات الصحيه تجديد وتحديث هذه دورات المياه مقابل حتى اعلان، اعتقد الموضوع بس محتاج فكر يعني خلاق، انما هو ما فيش اراده، ما حدش بيفكر يعني، ما حدش عايز. بيتعاملوا مع الموضوع انه ده حاجات سنويه زي ما حضرتك بتقول يعني. بتكمن المشكله في نسبه يعني الاعداد يعني احنا بنتكلم مثلا في القاهره الواحده بيعيش 8 او 9 مليون، مش بتكلم عن القاهره كوره، بتكلم عن محافظه القاهره، لعدد الحمامات ولا فكره في استخدامها في الاثر البيئي زي ما حضرتك تفضلتي استاذ يعني؟ هي في الاثنين يعني. يعني دورات المياه هو الفكره ان كل الاختيارات سيئه، ان لو حد استخدم حمام مش نظيف هيعرض نفسه للامراض، مشكله صحيه. طيب لو ما لقاش حمام وحبس البول والبراز، ده برضو هيعرضه لمشاكل صحيه. طيب لو عمل في الشارع او لو حد غيره عمل في الشارع، ده برضو هيعرضنا كلنا لمشاكل صحيه. يعني لما قلت ان عدد سكان محافظه القاهره 10 مليون شخص، لو قسمناهم على ال 44 دورة مياه اللي هم شغالين، يبقى لكل ربع مليون شخص هيلاقي حمام، يعني حمام بيخدم ربع مليون شخص. نسبة عظيمة الحقيقة يعني. حقيقة جدا. لما جيت بقى للأثر الصحي للموضوع، استخدام حمام مش نظيف ده بيعرض للإصابة للميكروبات والفطريات والعدوى الفيروسية والصنت
وامراض جلديه شديده جدا والتهابات بوليه، وبيعرض يعني بعد كده الالتهابات البوليه ديت بتاثر على الكلى نفسها وعلى وظائف الكلى. وبالنسبه لحبس البول، حبس البول بيؤدي لحصوات الكلى زي ما انا قلت طبعا. الاول، ومع الوقت ده بيؤدي للفشل الكلوي. الحبس البراز برضو بيؤدي لمشاكل صحيه للناس اللي عندها قولون عصبي بالذات، بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا. في فئات صحيه معينه بيبقى عندها احتياج اكبر لدخول الحمام، يعني اشهرهم مرضى السكر، كبار السن، مرضى البروستاتا، السيدات من الحوامل، السيدات مع تكرار الحمل بيحصل ارتخاء في عضلة المثانة فبيبقوا محتاجين يدخلوا الحمام كتير، الأطفال كمان، يعني كل دول بيبقوا من الفئات اللي بتحتاج انها تدخل الحمام كتير وبيبقوا ضحايا في الأمر ده. يعني انا قابلت واحد مسن قال لي ان هو بيضطر يلبس حفاضات لأنه كتير ما بيقدرش يمسك نفسه لغاية ما يوصل لأقرب مسجد عشان يدخل الحمام. يا سلام. فغصب عنه يعني طبعا سنه ظروفه مختلفه. يعني وانت قلت لنا كمان نقطتين مهمين قوي، فكره انه ان انت بعد ما عملت التحقيق ربما لمستي بعض العذر للناس اللي بيضطروا يقضوا حاجتهم في الشارع. حقيقي. بفعل انه ما فيش حمام هو قادر يقضي حاجته فيه. وكمان ان ورد في تقرير خسارتنا المونديال 2010 انه احد الاسباب هو عدم وجود حمامات عامه في الشوارع. دولة تعاملت مع الموضوع ده في 2007 برضو بعد القرار بتمن 9 سنين يعني واخد بال حضرتك، لكن مش بالشكل الكافي، عدد قليل من الحمامات وسرقت هذه الحمامات او اتلفت ومحدش التفت لتصحيح الصوره يعني. هي الفكره كمان ان الاثر البيئي للاستمرار المشكله سيء جدا، يعني من المتعارف عليه ان اغلب الكباري بتستخدم كمبولة، يعني ان الناس بتتبول تحتها. فلما دورت على الاثر البيئي لقيت ان بسبب مادة الامونيا اللي هي اللي موجودة في البول دي بتسبب حساسية في العين. لان بعد التبخر والتطاير ده غير الريحه طبعا، يعني ده بالاضافه للريحه. كمان اللي لاحظته في الجوله اللي انا عملتها ان اغلب النصبه اللي هي اللي بتعمل فيها الشاي والقهوه بتبقى تحت الكوبري بجوار المكان اللي الناس بتتبول فيه. دي كوارث. بالظبط. كارثه بيئيه وصحيه كبيره جدا. بالنسبه للبراز بقى لو بيحتوي على فطريات، مشكلة ان هو ممكن الحيوانات او القوارض انها تمشي عليه فتبدا انها تنقله لاماكن تانية، او ان هو لما بيتحلل بيبقى في شكل تراب، التراب ده بيطير لو في اي ماكولات بتتباع بيجري في، يعني بيكون موجود عليها، وده بيعرض الناس نفسها للخطر لما تيجي تشتري الحاجات دي وتاكلها. ده بيرجعني لجزئية الاثر الاقتصادي للمشكلة، يعني لما شخص يتغيب عن عمله لسبب بقى من الاسباب الكتيره الخاصه بدورات المياه، يعني او بعدم وجودها، هنلاقي الاسباب كتيره قوي. يعني هو لو استخدم حمام ملوث هو هيتعب، لو حبس البول هو او البراز هيتعب فهيضطر ان هو يقعد من شغله، طب لو اكل الاكل دوت كان متعرض لبراز تحلل قبل كده كمان برضو هيعيا. غير كده لو البراز فيه ديدان، الديدان دي لو تحللت ومشيت من ضمن الامراض الخطيره انها بتخرج من تحت العين. وده يعني حاجات سيئه جدا. من الواضح ان انت مش اثر بيئي بس، انت عملت كمان بحثتي في اثر صحي. حقيقة. لجأت لبعض الاطباء واتكلمت معاهم في الموضوع. حقيقة. في كل التخصص. وده كان النتاج ولا في حاجه ثانيه يكلموك فيها دكتور؟ يعني هي دي الحاجات الاساسيه اللي هم اتكلموا فيها طبعا، وهم يعني نصحوا بالتعاون مع الامر الواقع، ان الواحد يكون يعني طول الوقت مستعد ان هو يستخدم حمام شديد القذاره، بس يحاول ان هو يحمي نفسه بقدر الامكان بالقواعد البلاستيك وبالمطهرات وكده بقدر الامكان يعني. او ما يدخلش الحمام في الشارع، ودي مشكله يعني. بس هو حق ادمي يعني. هو المفروض ان اي واحد في اي وقت يلاقي حمام نظيف ان هو يدخله يعني. عندنا حاجه لطيفه قوي اسمه اليوم العالمي للمراحيض كل سنه في نوفمبر، مش كده؟ في 19 نوفمبر. ايه المفارقه او المقاربه الغريبه اللي رصدتيها بين اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمراحيض وبين التحقيق اللي انت عملتيه؟ هي حقيقه منظمه الامم المتحده بتخصص ايام عالميه للموضوعات اللي هي المهمه اللي بتبقى عايزه تعمل لها توعيه. بص دورت لقيت ان ده يوم عالمي، ولقيت ان في اهتمام كبير جدا بيه، والاهتمام ده نابع من ان الموضوع فعلا مهم. اليوم دوت مخصص عشان بيوعي بضروره ان الدول لازم توفر دورات مياه عموميه لمواطنيها. اللي لقيته وانا بدور في الموضوع ان مصر كانت من اوائل الدول في العالم اللي وفرت دورات مياه عموميه وكان مستواها كويس جدا، والكلام ده
من العصر الفرعوني، يعني لقيت ان في العصر الفرعوني كان في دورات مياه عموميه، وبعد كده يا سلام مصر زمان في الاربعينات والخمسينات والستينات كل ده كان في مصر دورات الجميله مياه بقى يعني مصر حقيقيه يعني. ونفسنا نرجع قبل ما لها ننهار ان شاء الله. طيب هل عرضتي التحيه على اي حد من المسؤولين؟ اتكلمتي مع محافظ القاهره مثلا، مع وزير البيئه، مع يعني حد لما ارى التحقيق اتصل بيكي يعني اي حاجه يعني؟ والله حقيقه انا واجهت صعوبه شديده جدا في نشر التحقيق، يعني عرضته في نشره اصلا حقيقي عرضته على 4 أو 5 جهات، 5 تقريبا، ورفضوا تماما النشر، ويعني حتى المكان انت بتشتغلي فيه برضو ما نشرش. فاضطريت ان انا انشره في مكان تاني، وحقيقه يعني نسيت كل التعب اللي انا شفته من سخريه المسؤولين، وسخريه المسؤولين كان في محافظه القاهره او محافظه او وزاره البيئه يعني، او من الصعوبات اللي شفتها من الزملاء اللي عرضت عليهم الموضوع ده كله، نسيته من رد الفعل بعد نشر الموضوع، يعني الانتشار الواسع للموضوع وقد ايه ان الناس شافت الموضوع ده عبر عنهم وعن احتياجهم، ده يعني رضاني بشكل كبير جدا. بس انا اللي يرضيني اكتر ان المشكله فعلا تتحل. ورؤيتك ايه لحلها استاذه؟ وصلت لايه يعني؟ ايه طرق حلها عشان نوفر زي ما بتقولي حق ادمي وصحي لكل مواطن في البلد؟ هو رؤيتي لحلها هو مسؤول غرفه الشركات السياحه في الغرفه التجاريه كان طرح حل، قال ان الحمامات المتنقله بس ما يكونش فيها العنصر البشري، لان العنصر البشري ده بيعمل بيفسد كل حاجه حقيقي. هو هيقفل الحمام وهيقف يستنى عشان ياخد الجنيه ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا هينظف ولا يعمل حاجه حقيقي. ما انت عارفه طبيعتنا يعني. فيكون بعيد تماما عن العنصر البشري، تكون الكباين ديت منتشر في اماكن كتيره جدا، يكون سعرها قليل، ويكون في منظومه صيانه مستمره. بالنسبه للدورات المياه العموميه زي ما حضرتك طرحت في الاول، انا شايفه ان ده حل ممتاز، ان فعلا لو شركات السيراميك قدمت سيراميك وحصل صيانه كامله، لو الحاجات دي تتفور بشكل كامل وتتعمل من اول وجديد. يعني وال 170 حمام دول عندنا لو اتعملت لهم خطه وحد اطلق حمله لتطويرهم، بالتاكيد الناس مش هيبقى في مشكله اذا ما كانش في موازنه يعني ولا فلوس في المحافظه نطورهم. من الممكن انه الشركات تعمل ده مقابل اعلان او حاجه يعني. هي المشكله كلها مشكله فكره. ده 170 حمام ده عماره يعني، ده كلام فاضي يعني، هيتكلفوا ايه يعني؟ ما هي مشكله كلها مشكله فكر واداره يعني، لو في اداره وفي اراده كمان يعني، وفي احساس باهميه الموضوع. ما هو عنده مشاكل تانية كتير، يقول لك انا فاضي الحمامات يعني احل مشاكل العمارات المخالفه والاعتداء على الشارع والفوضى يعني، مشاكلنا كتير يعني، ما حدش هيبقى فايق لقصة الحمامات يعني، ربما يكون المسؤول بيفكر كده. لكن انا يعني بنصح انه قبل ما اطلع فاصل، ما فيش مسؤول اتصل بيك يا هو؟ لا مفيش. طب ما حاولتيش انت تقابلي المحافظ او وزير البيئه او رؤساء او حد من نواب المحافظ يعني، اي مسؤول يعني؟ حاولت ومحدش اهتم. ومحدش اهتم. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع للاستاذ علياء، عندنا يعني كام سؤال كده قبل ما نختتم هذه الفقره، لان الحقيقه موضوع مزعج، البعض قد ينظر ليها لانه موضوع تافه او طريف زي ما قالت زميلتنا الاستاذ علياء، لكن هو فعلا موضوع في منتهى الخطوره. مفيش حد فينا ممكن ما واجهتوش مشكله في يوم من الايام وماشي في الشارع وفكر يدخل حمام وما لقاش حمام، ولو حصل يعني بيواجه الامرين او بيعاني الامرين ان صح التعبير يعني، من الريحه وعدم النظافه والتلوث والمشاكل اللي ممكن تحصل جدا. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني. مرحبا بحضراتكم مجددا، الجزء الاول في حلقتنا الليله من برنامجنا مع الناس، بنتكلم فيه مع زميلتنا الاستاذه علياء ابو شهبه الكاتبه الصحفيه عن بعض التحقيقات الاستقصائيه المهمه اللي هي بتقوم بيها، وكان اخرها حال الحمامات العامه في مصر. الحقيقه مهتمه ومعنيه بفكره التحقيقات الاجتماعيه والحاجات اللي تتعلق بالصحه العامه، ربما البعض ينظر الى مثل هذه الامور على انها مش في صدارة اهتماماتنا، ممكن نهتم بحاجات أكتر، لكن الحقيقة الأثر البيئي والصحي لمثل هذه الأمور خطير جدا ويؤثر على المصريين وبسبب لهم مشاكل كبيرة زي ما وضحت لنا الأستاذة علياء. أنا بقترح أنه يعني المفترض أنه في جهات رصد في الوزارات المختلفة وفي ديوان المحافظة لمثل هذه الأمور، فالمفترض أنه يكون عندهم هذا التحقيق. لكن برضو أنا عايزك تعبي شوية وتاخدي التحقيق ده وتعملي بيه زياره للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره، هو راجل محترم بالمناسبه يعني، وحاولي تتكلمي معاه يعني وتقدمي له التحقيق ده، او على الاقل تسيبيه في مكتبه ربما يعيد النظر في هذا الامر. استاذ هل ده وارد؟ فكرتي في كده؟ طبعا اكيد انا هعمل كده، وهفضل مستمره في ان انا اكتب في الموضوع اكتر من مره يعني.
لغايه ما ان شاء الله يكون في رد فعل وفعلا الواقع ده يتغير لحاجه احسن بكتير يعني. عظيم. وانت ضمنتي التقرير او التحقيق جانب طبي، رجعت المتخصصين فيه ولا بحثت انت وكتبتي طبقا؟ لا، رجعت الاطباء المتخصصين طبعا. كلمت عن الاثر البيئي والصحي. حقيقه يعني الاثر البيئي كان مدير التفتيش البيئي في وزاره البيئه. كويس. في جهاز شؤون البيئه. والاثر الطبي بقى كلهم اساتذه في الجامعات وممارسين طبعا للطب. هايل، كريفرنس او كمرجعيات في التحقيق. من خلال الدراسات اللي هم بيعملوها ومن خلال الحالات اللي بتتردد عليهم يعني. انت مهتمه بهذا النوع من التحقيقات استاذ علياء؟ يعني وعملتي ايه شبيه تاني فيما يتعلق بصحه الانسان او بالسلوك الاجتماعي او هو انا حقيقه مهتمه بقطاع الصحه بدرجه كبيره جدا يعني. اغلب تحقيقاتي في القطاع الصحي يعني، كنت عامله تحقيق عن تجارب الادويه على البشر. تجارب الأدوية على البشر. التجارب السريرية للدواء، وده كان أخذ جائزة مصطفى أمين وعلي أمين السنة دي. هايل. وكنت عاملة تحقيق عن أنا أزمات. فاكر فعلا. أنا اللي يمكن قدمتك في حقيقي. فعلا. وكنت عاملة تحقيق عن أزمات أدوية مرضى الإيدز، واللي هي بتيجي بتمويل دولي، والخلل اللي بيحصل فيها، إزاي إن الخدمة الطبية اللي بتقدم لمرضى الإيدز سيئة جدا، في حين التمويل اللي بيجي ضخم. وده أخد جايزة من قمة الصحة العالمية في برلين، دي منظمة مهتمة بالصحة وتابعة لوزارة الخارجية الألمانية. هايل. وأخدت الجايزة دي كان سنة 2015. كمان يعني في حاجة برضو مرتبطة شوية بمسألة التلوث وليها علاقة بالطب، كنت عاملة تحقيق عن التهاب بطانة الرحم الداخلية، يعني ثالث سبب في وفيات الأمهات في مصر إن أدوات التوليد نفسها ملوثة. وده اشتغلت فيه اكتر على ده تقصدي فين يعني؟ في بعض الاماكن اكيد اللي بتتم خارج مستشفيات. حقيقي. العيادات اللي بيتم فيها التوليد في المحافظات، يعني الشقه هي اللي بتتحول كانها مستشفى، ممكن يعملوا المطبخ اوضه عمليات ويعملوا عمليه التوليد دي، والمشكله ان الادوات بتكون ملوثه، يعني هو ابسط حاجه ان ادوات التوليد تكون معقمه. فبتكون ملوثه والناس بتلجا للعيادات دي لانها ارخص من المستشفيات يعني. كمان في قرى ما بيبقاش فيها مستشفى، او المستشفى موجود بس الوحده الصحيه، فبيستقربوا اكتر العياده دي وبيحصل ده يعني. ده انت عملتي كميه تحقيقات هايله في هذا المجال يعني. حقيقه. طب لو رجعت تاني الموضوع قبل ما اختم حواري بقى معاكي عن موضوع الحمامات العامه، ايه النموذج اللي شفتيه بره مصر؟ انت قلتي انك شفتي نماذج بره مصر وتحب تطبق في داخل مصر يعني، وهل ده ممكن يكون مكلف يعني او فوق طاقتنا يعني، او طاقه المحليات او المحافظات المختلفه؟ هو انا وانا بستلم الجائزه الصحفيه في المانيا، فقضيت هناك اسبوع، فكنت في برلين. دورات المياه العموميه الموجوده في كل مكان بيورو و تنظيف ذاتي، ما في البشر ما لهوش مش علاقه مظبوط. وكانت شديده النظافه ومتوفره في كل مكان، وخصوصا بقى في المناطق السياحيه. انا كنت مهتمه بالمتاحف ومهتمه بالمزارات السياحيه هناك، ف يعني وجود الحمام ده يعني كان اخر حاجه ممكن انا افكر فيها يعني. حاجه كانت شديده المرونه وشديده السهوله بشكل يعني، كنت بدخل احط البلطو بتاعي واحط الشنطه بتاعتي في مكان والاقي حمام، ويعني حاجه متاحه بشكل كبير جدا، حاجه تحبب فعلا الواحد في السياحه في البلد ديت، وان هو يفضل موجود فيها يعني. مع ان برلين يمكن مش سياحيه قوي زي ميونخ مثلا وزي بعض المدن لا، هي فيها اكبر عدد من المتاحف. متاحف في برلين، وراس نفرتيتي موجوده هناك. عموما انا بشكرك، انت شرفتينا وسعداء بيكي. شكرا لحضرتك. وانا انتظر منك التحقيق القادم ان شاء الله، بس انت وعدتينا انه نتيجه هذا التحقيق احنا نفترض انها ما وصلتش للمسؤولين، فممكن كده حضرتك تحطها في ظرف او تطلبي مقابله الدكتور خالد فهمي وزير البيئه، والمهندس عطف حميد وزير محافظه القاهره، ويا ريت كل المحافظين يستفيدوا منها يعني. ما هو احنا عندنا مدن كبيره زي اسكندريه وزي المنصوره وزي طنطا، بالاضافه للاماكن السياحيه سواء في الاقصر في اسوان في شرم في الغردقه، الحاجات دي مطلوب نكون مطمئنين ليها تماما يعني، لانه الامر فعلا يتعلق باثر طبي وصحي غايه في الخطوره وبيئي غايه في الخطوره يعني. أكيد. شكرا جزيلا استاذ علياء ابو شهبه، وبشكر حضراتكم. عندنا فقرتنا الثانيه زي ما وعدناكم، هي فقرة عن التغذية، عن الصحة العامة، عن السمنة، كل ده هيدور مع ضيفنا الكريم والدائم الدكتور عماد الدين فهمي. انتظرونا بعد الفاصل. يا حين الآن لقائنا والفقرة الطبية المعتادة كل سبت، والحقيقة احنا في هذه الليلة بنسعد انه لقائنا بيتجدد مع الأستاذ الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة.
الحقيقه دكتور عماد هيجيبنا للذي على مجموعه من الاسئله او اهم الاسئله والاستفسارات اللي بتارد من حضراتكم بخصوص موضوع السمنه واثرها الخطير على الصحه، لانها الحقيقه يعني كانت مصنفه انها الخطر الثاني الذي يتهدد صحه الانسان وكيفيه التعامل معها، وهل في طريقه للوقايه منها زي الواحد ياكل وما يتخنش، مشاكلها من الناحيه الطبيه والدوائيه والجراحيه، هل في علاج طبيعي، اتباع نظم غذائيه مختلفه. كتير دلوقتي في ناس كتير بتكلم في التلفزيونات يقول لك الرجيم السحري لمدة 3 أيام، ممكن مع كل تقديرنا الشيف يطلع يقول لنا نظام غذائي والناس تمشي وراه وتسعد بيه وتشير الفيديوهات بتاعه. الحقيقة عندنا ثقافة شوية مغلوطة في هذا الموضوع وده بيسبب لنا مشاكل كتير جدا. خلوني أرحب بالدكتور عماد الدين فهمي عشان يصحح لنا هذه الصورة ويقول لنا إيه النظم العلمية والطبية السليمة لإنقاص الوزن وعلاج السمنة. مساء الخير يا دكتور عماد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا بيك. أنا صحيح لقيت فيديو على اليوتيوب منتشر بشكل رهيب جدا، فلانة الطباخة أو الشيف يعني عاملة نظام سحري اللي سموه كده النظام السحري لتخسيس الوزن. طيب. 3 أيام الصبح بيضتين مسلوقين، في الغداء بدون حاجة يعني وقطعة جبنة قريش، والغداء علبة تونة فقط أو سمك مشوي فقط، والعشاء زبادي وعليه ليمون. أوكي. طيب. هل ده صالح لأي حد ينفذه وإلى أي مدى ممكن يجيب نتيجة يعني نتكلم من ناحية طبية بقى وصحية؟ عشان كده دايما بنقول احنا انا بدرت حضرتك بحاجه خارج السكريبت على فكره. لا بالعكس، خارج السياق. ده حاجه مهمه جدا. احنا متفقين ان السمنه مرض. طبعا. صح ولا لا؟ او عرض لكذا مرض. اذا اللي يتعاطى معاها طبيب، يعني قولا واحدا خلاص يبقى الموضوع منتهي. مش كل الناس اصحاء. يعني انا لما اجي اقول معلومه دلوقتي انا بخاطب واحد صحي، واحد عنده كبد، واحد عنده كلى، واحد عنده كوليسترول، واحد 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 واحد. فلما اجي اقول معلومه ينفع تتطبق على العامه بكل اشكالهم. ما ينفعش حد يسمعني وانا بقول الجمله دي وهو بيفطر بروتين وبيتغدى بروتين ويتعشى بروتين ويكون عنده اي مشاكل في الكلى، انا بخلص عليه. ما ينفعش يكون الراجل ده عنده مشاكل في الكبد وبيجيله غيبوبه كبديه والامونيا بتعلى من البروتين وانا اقول له كل بروتين. ما ينفعش الشخص اللي يكون سامعني يكون عنده نقرس او بوادر نقرس وانا بقول له افطر بروتين، اتغدى بروتين، اتعشى بروتين. يبقى قولا واحدا ما فيش حاجه اسمها واحد يعيش بس على البروتين سواء كان يوم او 2 أو 3. ده اسمه الطريقه السحريه من وجهه نظري للذبلان. ازاي ادبل؟ ازاي ادوخ؟ ازاي افقد تركيزي؟ العلاج الرئيسي للمخ هو النشويات. والمغذي الرئيسي لتصنيع الهرمونات والغدد هو الدهون. يا سلام. انت 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 وقفت نشاطين، عناصر مهمه جدا. الاهم من كده ما ننساش الرياضيين او اطفال المدارس او الناس اللي بيتحركوا يعملوا مجهود قوي، او عمال البناء او الناس اللي شغاله في مصانع ده بيعملوا مجهود قوي. اذا انا ما خدتش ستوك قبل المجهود اللي انا بعمله ده قوي وستوك يكون فيه نشويات، الراجل ده بيخس عضلات ما بيخسش دهون. عشان كده لما تلاقي حتى واحنا بنعمل نظام غذائي للرياضي او حد بيلعب كوره او بيعمل اي رياضه نقول له قبل الماتش خد حاجه فيها نشويات عشان يبقى عندي مخزون من الطاقه وانا بعمل مجهود اخد الطاقه من النشويات اللي كلتها. طب اذا انا ما خدتش نشويات انا هاخد الطاقه من المخازن البعيده ولا المخازن القريبه؟ اكيد هاخدها من المخازن القريبه، يعني انا هستهلك الجلايكوجين بتاع العضله. يعني هذا الشخص اذا حصل وخس بين قوسين دبل، هو دبل عضلات ما دبلش حاجه ثانيه، ما فقدش دهون. الحاجه الثالثه والمهمه بقى، انا خليت تقريبا الدهون زيرو، وزي ما كنت بكلم حياتك قبل الفاصل، التصنيع الداخلي من الدهون يبتدي يتزايد. الكبد ده ما بيقعدش يتفرج، ربنا حط لنا الخلايا اللي جوانا في جسمنا دي مش قاعده كده مستسلمه. لا، دي ليها رد فعل لكل اكشن انا بعمله. وبالتالي انا لو الدهون قلت جدا وجسمي عايزها يبتدي اوامر تيجي للكبد انه يصنع كوليسترول. فانت بتحول التصنيع من اكل بيجي لك من الخارج الى تصنيع داخلي. فبالتالي لا، انت بتعرض نفسك لمشاكل، وخصوصا ان الاشخاص اللي بيسمعونا واحنا بنقول لهم الكلام ده ما عملناش فحوصات. يعني فممكن يكون اصلا عنده بوادر يوريك اسيد، عنده بوادر كوليسترول. فانا بشجع الموضوع يزيد. فكره الليمون والزبادي حلو قوي. الليمون فيتامين سي زيه زي الفلفل وزيه زي الكيوي وزيه زي البرتقال. كوني اخص الليمون بالذات انا مش شايف لها، هو فيتامين سي يعني
عشان العصرة يعني عشان العصرة بالظبط. بس بنقول ببساطة الناس بتفكر المعدة بتاعتنا فيها حمض قوي تركيزه أضعاف تركيز الليمونة. فإذا كان الحمض اللي عايش معايا من ساعة ما اتولدت بينام معايا ويصحى معايا وموجود جوه معدتي فشل ان هو ينقصني في الوزن. فلو انا زودت عليه نقطتين ليمون كده هيخليني اخس في الوزن. البحث الوحيد اللي اتعمل عمله مركز البحوث الزراعية الامريكية بيقول فيه ان الليمونة بالبلب بتاعتها ببذرها بقشرها ترفع معدل الحرق 8 سعرات. 8 سعرات يعني لو انا باكل تفاحة فيها 70 سعر انا محتاج 19 ليمونات. طب لو انا باكل ساندوتش انا هاكل 100 ليمونه هيجي لي قرحه والتهاب في المعده وبشحرق الساندوتش. بس الناس اللي بتاخده وبتخس عليه في حاجه اسمها البلاسيبو او العلاج بالايحاء. ساعات لما تقتنع بالحاجه جدا ممكن تجيب معاك نتيجه. بس النتيجه انت مش واخد جارانتي ان هي نتيجه صحيه. انت ممكن تاخد اللي انت عايزه بس تطلع في الاخر بمشاكل ضخمه، حرقان في المعده، قرحة، حموضة. وخصوصا المصريين لما بيسمعوا المعلومة محدش هيعصر العصرة دي، لا ده هيعصرها كل يوم وهيحاول يزود من الليمون فياخد الضرر، لان احنا هنا اسرفنا في تعاطي الليمون فهتاخد منه الضرر مش هتاخد الميزة. فالجملة ما بتتقالش كده. كمان اللي بيبقى عنده حموضة بياخد شوية زبادي او بياخد شوية رايب او بياخد شوية حليب عشان يعادل الحموضة. انا جبت الزبادي وخلطته بالليمون فانا عملت طعم انت عادلت الاثنين وبترجع تيجي تاكلهم فانت بتاخد حاجتين متعادلين، لا بتستفيد من الليمون ولا بتستفيد من الزبادي. بس في الاخر اللي بيخس وفعلا بيخس عضلات هو بيدبل لانه ما اكلش. تخيل لو انا هنقول كده ببساطه ان استهلاكك من الطاقه اليومي بيساوي وزنك مضروب في 24. يعني لو واحد 100 كيلو المفروض ياخد 2400 سعر لو احنا هنتكلم بالسعرات. لما تيجي تحسب البطين مع علبه الزبادي مع في الاخر هو الراجل ده ما خدش حتى ربع احتياجاته. فوارد ان هو يدوخ، وارد ان هو يصدع، وارد ان يجيله كرامبات، وفي الاخر هيتخنق جدا من اللي هو بياكله ده وهيجي يغير فهياكل اكل بقى فيه نشويات وفيه دهون فهيخزنه كله. لان زي ما هو اتحرم خلايا اتحرمت. فطبيا لا ده حاجه غير هيلث ان انا امشي كده. وده مهم الحقيقه فكره برضو ان احنا يعني نعيد الامر للمتخصصين لاهله عشان الحقيقه ما نرتكبش جرائم في حق انفسنا صحيا بالذات يعني. طيب سؤال يا دكتور عماد قد يكون سؤال متكرر لكن مهم نبدا بيه يعني. كل شخص ممتلئ الجسم هل هو بالضروره مصاب بالسمنه ولا ممكن يكون شخص ممتلئ الجسم وصحته كويسه وما عندوش مشاكل بالزبط. ومش مريض بالظبط. ممكن جدا وممكن جدا يكون مريض وما عندوش سمنه. يعني لو واحد فرضنا ان هو عنده مشكله حساسيه واضطر ياخد شهرين ثلاثه كورتيزون هتلاقي الشخص ده تخنان على الميزان وتقلان وهدومه ضاقت، انما فعليا ده عنده ووتر ريتينشن، جسمه مخزن ميه، مجرد ما يخف وقف الكورتيزون رجع لطبيعته. واحد عنده مشاكل في الكلى وبيغسل وعنده استسقاء او عنده مشاكل في الكبد وجسمه معبي ميه، ده شخص عنده مرض تاني خالص مش السمنه خلت جسمه يعبي ميه. الشخص اللي بيروح الجيم وبيشيل حديد وبيعمل بادي بيلدينج وبياخد انابوليك استرويد وبياخد مش عارف احماض امينيه، ده عنده كتله عضليه على الميزان تقيل جدا بس في الاخر هو ما عندوش دهون، هو عنده كتله عضليه. عشان كده حتى واحنا بنشخص السمنه كنا بنشخصها وزنك بالكيلو مقسوم على مربع طولك بالمتر وبعدين نكتب اكسبشن، عشان كده الرقم لازم يتعاطى معاه برضو طبيب لان انت بتشخص الحاله اللي قدامك. الرقم ده لو طلع اكتر من 25% المفترض ان هو يبقى عنده سمنه، ولو طلع اقل من 18 المفترض يبقى عنده نحافه. بس لما الدكتور يحلل الشخص في الاخر ممكن يطلع 30 واقول له ما عندكش سمنه لان جسمك معبي ميه، ممكن يطلع 35 واقول له ما عندكش سمنه لان انت عندك كتله عضليه فظيعه في جسمك متقلاك ومخليه الرقم، لان البسط هو الوزن والوزن لو كتله عضليه هيخلي الرقم عالي ولو ميه هيخلي الرقم عالي، انما الطول مش هيتغير، هو طوله 160 هيفضل 160، 170 هيفضل 170، انما الرقم الفوقاني هو اللي ممكن ياكل كيسين شيبسي مثلا يشرب 3 ازاز ميه ما يدخلش الحمام علوا الرقم، وهو اكشولي هو ما تخنش، هو جسمه حبس ميه عشان كل حوادي. الناس اللي بتاكل فسيخ ورنجه في شم النسيم هيطلع تاني يوم زايد 2 3 كيلو، هو اكشولي ما زادش، هو هيفضيهم بعد شويه بس هترهل او هيرهل، لان البالونه لما انفخها وفشها كتير بترهل بتطرى، جسمنا كده
وخصوصا الستات، لان هم بيحصل لهم مشاكل كل الشهر، البيريود اللي بتيجي بتنفخهم ويرجعوا تاني يصفوا الميه. صحيح. فعشان ينفخوا تاني من الفسيخ والمخللات والحاجات الحادقه بتلاقي دايما عندهم مشاكل ترهلات. ودايما اقول الجسم الحلو هو اللي ما فيهوش ديفو بغض النظر عن الحجم. ساعات تلاقي حد حجمه مليان، ست حجمها مليان، شكلها حلو، بتلبس زي ما هي عايزه، مفيش ترهلات، مفيش سلوليت، تحفه. وساعات تلاقي واحده رفيعه جدا بتتكسف تنزل البحر عشان عندها ترهلات وعندها سلوليت، لا انت شكلك كده مش حلو. يبقى عشان كده التعاطي مش مجرد وزن، اللعبه مش مجرد وزن. ما ينفعش واحده تيجي تخس وبعدين تدبل وتصفر وشعرها يقع وترهل، هتقول لك يا ريتني ما خسيت. الدهون زي ما هي، سوري، الاستروجين اللي هو هرمون الحلاوه، زي ما بيطلع من المبايض بيتخزن في الدهون. فساعات كتير قوي تلاقي حد يقول لك فلانه تخنت وحلوت، وحد تاني يقول لك فلانه لما خست اصفرت ودبلت واتعدمت. لان لو فقدت الدهون بطريقه مش كويسه، الاستراديول اللي هو بيتصنع منه الاستروجين اللي هو هرمون الحلاوه بتقل، فبتبتدي تقول لك انا بقيت وحشه كده ليه؟ انا اصفريت كده ليه؟ وفي حاجات لما بتتغير صعب تتصلح. يعني الناس اللي بتاكل غلط ويجي لها انيميا، ما ينفعش يقعد اسبوعين ياكل صح لان ما تصلح. انت ممكن تجيب لنفسك انيميا من سوء تغذيه في شهر تصلحها في سنه. ممكن توقع شعرك في شهرين تصلحيه في 3 سنين. يبقى 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 الفكرة ان انا هدوس على زرار هصلح. صحيح. لا، سهل تكسر، انما صعب نبني زي العاده. بالزبط. سهل بالزبط. سهل نهد، صعب نبني يعني. بالزبط. طيب امتى نقول انه هذا المريض وصل لمرحله الخطر في مرض السمنه؟ يعني ايه العلامات يا دكتور؟ طيب. أو اذا اصبحت السمنه مقرونه بمرض. يعني 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 والامراض درجات. يعني لما يجي حد طول وقته هو عنده سمنه وزنه عالي، وفجاه ابتدى يظهر سكر، ابتدى يظهر مشاكل شرايين، مشاكل قلب، مشاكل كبد، لا نقول له خلي بالك بقى، هنا السمنه انت مش مخير، انت وانت مليان ومش مريض مخير. الدكتور هيقول لك انت ممكن تاكل كذا وما تاكلش كذا، وانت ممكن تبوظ يوم تعمل. انما لما بتوصل لحاله مرضيه، لا انت هنا غير مخير، انت لازم انت مجبر تنفذ التعليمات، لان البديل مرات بيبقى جراحي. وحتى جراحات السمنه لما عملوها اتعملت لاشخاص لا يملكون رفاهية الانتظار. واحد لو ما خسش فورا هيموت. ليه تحط نفسك في وضع بالظبط؟ ليه تحط نفسك في وضع فورا؟ ونسمع عن مشاكل كتير. طبعا. طبعا. لمشاهير حتى بسبب طبعا. وحياتهم بتضيع. ايه اللي يجبرك ان الدكتور بتاعك يقول لك هتدخل العمليات فورا؟ وده ينطبق على اي حاجه، اي مرض بما فيها السمنه. يعني ساعات تلاقي واحد انه في شيء بيهدد حياته. بالظبط. حياته على المحك. خلاص. بالظبط. دي الحاله الوحيده اللي ندخله فيها العمليه. بالظبط. ساعات تلاقي واحد بيبقى عنده شويه حرقان في معدته، يكسل يروح للدكتور، يكسل يلاقي ثقب في المعده قد كده وقرحه فظيعه وتدخل جراحي فورا. انت 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 اجبرت الدكتور بتاعك انه يدخلك الجراحه فورا. مع انك لو رحت من اول مره مع شويه الحرقان دول قرصين دواء هتخف، شويه صداع خفاف لو رحت للدكتور وظبطتهم. انما انت بتستنى لما تقلب بجلطه ويطلع الضغط عالي ويجي لك جلطه وتدخل رعايه مركزه. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا، ما حدش بيعمل فينا حاجه. كتير مننا بيعاني من عدم قدرته على فقد الوزن. انا شخصيا كنت لسه بشتكي لحضرتك انه بقى لي فتره مش عارف اخس، وقررت ازورك بقى. اكيد. تنورني. او حضرتك يعني قبلت انك تستقبلني. ايه طرق فقدان الوزن؟ يعني ازاي الواحد يخس يا دكتور؟ ايه وايه طرق فقدان الوزن؟ يعني واللي عايز يخس زي حياتي مش عارف يخس ليه؟ يعني مش عارف يخس ليه؟ هما طريقتين. المسميات كثيره جدا، زي بالظبط الانتي بايوتيك. اي واحد بيبقى عنده شويه لوز في بدل الانتي بايوتيك 20. يعني ده او ده او ده او ده. نفس القصه، الانظمه الرجيم كثيره جدا. الاسامي كثيره جدا، بس هما طريقتين فقط على مستوى العالم لفقد الوزن. اما انك تتحكم في بقك، تقفل بقك، واما انك تحرق اللي بيدخل بقك. مفيش طرق تانية. واصعبهم انك تقفل بقك، انك تتحكم في اللي داخل. دي صعبة جدا عشان تخلي واحد، لانها مش لايف ستايل. عشان تخلي واحد تقول له هتاكل كذا وكميته كذا وسعراته كذا، دي صعبة جدا. ده مش لايف ستايل. هيستحمله قد ايه؟ شهر، اثنين، ثلاثة، هيزهق، هيبوظ، هيتخن. انما ذا بيست اوف ذا بيست ان انا اغير اسلوب حياتي بطريقه تخليني الاكل واحرقه، هخس مش هرجع. وكنا قلنا مثل زمان، لو كل واحد بياخد حمام ويقعد تحت تكييف بيعيا، يرجع ياخد دواء يخف،
هيعيا تاني، ياخد دواء يخف. طب انت خد شاور بتاعك وما تقعدش تحت تكييف، مش هتعيا. انت عالجت السبب. لو كل واحد بيكح خد دواء كحه هو ما خفش، لا شوف ايه اللي خلاك تجيلك الكحه وعالج السبب، مش هتجيلك تاني. نفس القصه، ارفع معدل الايض اللي انت نزلته، لان احنا كلنا اتولدنا على الفطره وكلنا كنا بنجوع في مواعيد وبناكل في الوقت اللي بنشبع فيه، بناكل كميات معينه، بس احنا وسعنا المعده وبقينا نحط حتى الاكلات الجديده كلها بتلاقي 20 نوع فوق 20 نوع، 10 حاجات فوق 10 حاجات، حاجات ما ينفعش تخلط ببعض، لبن على سمك على جبنه على ده كله بيدي فرصه للمعده ان هي ما تركزش حتى في الهضم، تلبك معه ومشاكل قولون. عشان كده هتلاقي الناس متوترين طول الوقت، يعني السايكو سوء تغذية، فيش سوء تغذية، بناكل غلط. فهما طريقتين بس، اما ان انا اتحكم في اللي بدخله، او ان انا ارفع معدل الحرق. ورفع معدل الحرق سهل جدا، سهل جدا. اولا يتطلب الارادة، ان يكون عندك نية، زي بالظبط اي ولد صغير عايز يذاكر، هو عايز يذاكر بس لازم ينوي المذاكرة وبعدين يذاكر هينجح ويجيب مجموع. يبقى اول حاجة النية، فعلا انا عايز ارفع معدل حرقي مش عشان اخس، لا عشان اعيش كويس واكل كويس وولادي يشوفوني باكل كويس فياكلوا هم كمان كويس، يبقى كلنا عايشين في منظومة صحية بناكل اكل صحي. رقم اتنين، ان انا اثبت مواعيد الاكل قدر المستطاع. وكنا قلنا زمان ان رقبتنا احنا بنحرق بطرق كتيرة جدا بالمناسبة، عشان في ناس متخيلة كمان ان الحرق حركة وان اللي بيتحرك هو اللي هيحرق واللي قاعد هو اللي هيدخن. ساعات يكون العكس تماما، في ناس كتيرة جدا بيتحركوا كل يوم وتخان، وفي ناس عندها شلل اطفال قاعده على كراسي رفيعه. المعلومات القديمه كلها دي مش موجوده، مفيش طبعا مفيش حاجه اسمها اللي بيتحرك هيخس. في ناس بتشيل طوب ودبش واسمنت وطالعه نازله وتخينه جدا. الحرق بيتحكم فيه حركه وغدد وهرمونات وساعه بيولوجيه، مواعيد اكل، غدد، هرمونات، الحاله النفسيه والمود، حاجات كتيره جدا. فساعات تلاقي واحد بيتحرك حلو جدا والباقي بايظ هيتخن، وساعات تلاقي واحد نايم والباقي زي الفل هيخس، لان في الاخر هو كام معاك وكام ضدك. واحده ضدك و10 معاك، الحرق بنسب بالظبط. عشان كده ما بنعولش على حاجه ونقول اصل انا بجري بعمل كذا. وكنا قلنا برضو زمان في مره قلنا كيلو الدهن عشان يتحرق محتاج انك تفقد 7700 سعر تقريبا، 5 كيلو جري هيحرقوا لك بالكتير 300 سعر. فعايزك تتخيل كده، لو انا عايز انزل كيلو بالرياضه او بالجري، انت بتتكلم في 30 40 50 ساعه جري. واوعى تاكل حاجه اثناء الجري، لانك لو كلت حاجه اثناء ال 50 ساعه دول اللي هتجريهم انت الجري انت بس مش المشي، يعني الواحد لو مشي مثلا ساعه مثلا احسب يحرق الساعه هحرق فيها كام. اولا انت مش هتحرق خالص الا لما معدل ضربات قلبك يزيد، يعني لو انت ماشي في مول ساعتين ثلاثه تقف، لا لو حد بلف تراك بيمشي يعني لمده ساعه على الاقل، بعد نص ساعه هيبتدي الحرق يبتدي يقول. فالساعه بتلاقيها رست على ربع ساعه حرق او نص ساعه حرق. يحرق قد ايه يا دكتور؟ هتحرق قد ايه على حسب نسبه العضلات اللي في جسمك والكتله الدهنيه. وبالضروره يكون على معده خاويه المشي ولا واحد باكل وقام من المشي مش فارقه، انما لو رياضه وهشيل لودز لا لازم اكون كلت وهضمت عشان ما اخسسش العضله، اخسس الدهون زي ما قلنا. فبالتالي لا، انا الساعه دي هتحرق لي كام سعر؟ ولا حاجه. لما تيجي تحسبها مقارنه ب 7700 سعر ولا حاجه، ده التفاحه فيها 60 ل 70 سعر. يعني انت الساعه يا دوبك تحرق فيها التفاحه اللي انت اكلتها اللي احنا بناكلها لما نيجي نخس بالظبط، مش طبق المكرونه بالبشاميل اللي بيتاخد كده بعد ما بتشبع، يعني بعد ما بيشبعوا الناس يقول لك انا هاخد ده كمان. فلا، هي الرياضه بتساعد، بس لو هقول تفصيلا الرياضه تحسن المود، تشد الجسم، يعني الرياضه شكل واكلي وزني. عشان كده لو هنعملهم الاثنين مع بعض يبقى حلوين، بشرط ما يكونش وزني عالي، لان بعض الناس متخيله ان النحيف ياكل وينام وده العكس تماما، والتخين او المليان ياكل ويمشي او يلعب رياضه ويلعب رياضه. بالعكس انا بقول لهم العكس، اذا انت وزنك عالي جدا اوعى تلعب رياضه، لان انت وزنك الفعلي وانت واقف. اذا ابتديت تتحرك اضرب وزنك في اثنين، اذا ابتديت تطلع سلم اضرب وزنك في ثلاثه او اربعه. فلما يكون حد 100 كيلو فبتسبب مشاكل للمفاصل والعضلات، خشونه، وكان الدكتور بيطلب من العيان والنبي الشهر الجاي تجي لي بخشونه ووجع في ظهرك، وبيحصل. ولو جت مش هتتحل، وهتلاقي كل دكاتره العظام هتقول لك خفض وزنك خفض وزنك. عشان كده بقول لك هي بتبقى معلومه بتتقال غلط صحيح، والناس بتطبقها غلط. لا، النحيف بقى ما تنامش، اجري واعمل رياضه عشان تجوع عشان تاكل تاني.
فهي الموضوع مختلف تماما. طيب خليني اخد مدام انتصار من شبرا دكتور عماد. اتفضل يا فندم. ونواصل مع حضرتك حوارنا الممتع الحقيقه والهادف جدا. مدام انتصار مساء الخير. ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد اذن حضرتك يا مدام انتصار. وعليكم السلام. كلمينا من التليفون. وطي التلفزيون خالص بعد اذن حضرتك. عليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. انا كنت عايز اسال الدكتور ان انا وزني 130 كيلو. اي فندم. وعندي سكر وضغط. اي فندم. وعايز اعمل دايت بس مش عارفه اعمل ازاي او ابتدي ازاي. اول مره تعملي دايت يا فندم ولا عملتي قبل كده؟ لا اول مره. انا حاولت كذا مره قبل كده بس فشلت. ليه فشلت يا فندم؟ بصراحه يعني عندي شراهه في الاكل. بتحب الاكل. كلنا. هجاوبك يا فندم. شكرا لحضرتك يا مدام انتصار. تابعينا بعد اذن حضرتك. سؤال نموذجي يا دكتور. وده يبين يعني حد زي المدام المتصله الكريمه. طب دي هتاكلها بالسعرات الحراريه ازاي؟ دي هتقنن لها الاكل ازاي؟ صحيح. بتحب الاكل. عشان كده انت هتطلب منها المستحيل. لو قلت لها خدي 3 معالق رز وخدي معلقتين مش عارف ايه وخدي علبه تونه صفيها من الزيت. اذا اردت ان تطاع فامر ما استطاع. دي مش هتستحمل اسبوع او 10 ايام. ومش هي بس، حتى الناس اللي بتستحمل الاكل ده بتستحمله وهي متضايقه او مضطره. لا انا عايز اعيش، انا بتعزم وبروح وباجي وباكل عايز اعيش بس بما لا يضر. فهنقول ان احنا دايما هنلعب على معدل الحرق. هنثبت مواعيد الاكل في مواعيد ثابته على اساس عمل الغده الدرقيه، الغده اللي بتشتغل تقريبا بالنهار وتتوقف عن العمل بالليل، الغده اللي بتساعد شعري وتساعد رموشي وحواجبي وبتحرق الاكل، الغده اللي بتعمل تقريبا من 5 لـ5. عشان كده يفضل بالنسبه للمدام ان هي لما تيجي تاكل وجبات تقيله تاكلها من 5 لـ5. ده اول مبدا. المبدا الثاني، وجبه الفطار هي اهم وجبه تتحكم في رفع كفاءه الحرق. بمعنى لو المدام المتصلة فطرت 7 هتحرق أحسن بكتير ما تفطر 9، ولو فطرت 9 هتحرق أحسن بكتير ما تفطر 12. حتى لو ما كانش ده اللايف ستايل بتاعها وبدأت تعمل كده، ما هو احنا يعني هي دايما بتفطر 11 12، عمرها ما صارت. وده اللي تخنها. يعني لو كان، ما هو في الآخر ما فيش حد هيتخن لوحده. ما هو يا جينات يا أسلوب حياة غلط. حتى لو كان جينات بالمناسبة، يعني ممكن يبقى حد عنده جين السمنة والصفة لا تظهر. يعني واحد عيلته كلها تخينة وهو رياضي وبياكل اكل صحي، هيتخن ليه؟ الجين موجود ولكن ان اكتف غير نشط. انما احنا بنعمل عادات غذائيه غير سليمه بتخلي الجين ينشط، الصفه تظهر. ساعات تلاقي اب وام عندهم سكر وولادهم ما عندهمش. ليه؟ بياكل اكل صحي، بينام كويس، بيشرب كويس، الصفه هتظهر ليه؟ انما لو كل غلط هيظهر الصفه. فبالتالي ممكن يكون عندي الجينات وانا باكل اكل صحي، لا مش هظهرها خالص. يبقى هنثبت مواعيد الاكل وابدا من بدري، لان انت لو كلت الساعه 12 الحرق اشتغل 12 هيبتدي يخلص 5، فالمدام هتحرق من 12 ل5 وتخزن بقيه اليوم. ده وقت مش كافي. طب لو بدات 5 الصبح هحرق من 5 لـ5 12 ساعه احرقهم كاملين. تثبيت المواعيد كمان في صحه، صوموا تصحوا. عشان بنثبت مواعيد فطار، بنثبت مواعيد سحور، ان انا اكل في مواعيد مظبوطه ده هيخلي كفاءه الكبد وكفاءه الكلى والحرق حتى الغدد هتشتغل بنظام. وتاكل اي حاجه دكتور من 5 لـ5؟ بس ده تاكل اي حاجه بقى. لو واحد مش فارق معاه وزن، يعني واحد وزنه كويس ياكل من 5 لـ5 وياكل اي حاجه باعتدال وبدون اسراف، كله واشربه ولا تسرفه، عمره ما يتخن. الا لو عنده مشكله تعمل له القصه دي. انما اللي عنده مشكله بقى لا، لازم أن ياكل بنظام معين عشان يخفض وزنه. طب هنعرف ايه النظام بعد اذن حضرتك؟ ناخد بس اختنا ام احمد من اسكندريه، وبعدين نرجع تاني لمدام انتصار ونجاوبها مع ام احمد. حاضر. ان شاء الله. تعمل ايه عشان تخس مدام انتصار؟ طيب ام احمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. لو سمحت عايز اسال الدكتور. والله تحت امرك، اتفضلي يا ام احمد. بقول لحضرتك انا عندي السكر بينزل ممكن ل70 ل80 ل90، احيانا بيرتفع ل170 ل200، بس ده نادر في الارتفاع، دايما منخفض عندي. طب يعني هو انا عندي امراض كتير، عندي الضغط وعندي الغده الدرقيه وعندي القلب وعندي يعني حاجات كتير، يعني الحمد لله والشكر لله. انا مش عارفه، بضطر طبعا لما يبقى السكر نازل واقيسه عندي اروح مضطره. خط قطع. بس هو السكر 70 ده سكر؟ ما هو السكر الطبيعي من 70 ل 120 يا دكتور. بس هي بيعلى بتقول فجأة وبينزل فجأة. ده معناها يعني من غير هي ما تكمل كلامها انا استشفيت معناها ان هي مش بتاكل نوعيات اكل
يعني ليها علاقه بمرضها. هي بتاكل المتاح. بمعنى لما يبقى مريض سكر وهي غالبا هيبقى عندها مشكله في السكر او في الانسولين بتبقى جعانه فتروح واكله حاجه مسكره. المسكر ده بيرفع لها السكر مره واحده. الانسولين بيتضايق لما بيلاقي السكر عالي مره واحده يبتدي البنكرياس يطلع دفعات لا باس بها من الانسولين. الانسولين اعمى ما بيشوفش بيجي يكسر السكر اللي هي كلته ويتوصى شويه فممكن تهبط. عشان كده حتى الناس لما بنلاقي حد داخل في الشارع او وقع مننا في الشارع وبنديله كوبايه ميه بسكر ولا كوبايه عصير بعد ما ياخدها نقول له ايه؟ هتدوخ خلال ساعتين تاني وتقع، الحق كل ساندوتش عيش بلدي، الحق كل حاجه فيها الياف، لان الحاجه اللي فيها الياف هترفع السكر في الدم بشويش وتحافظ عليه ثابت، انما الحاجه المسكره او العصير هترفعه مره واحده، الانسولين هيتنرفز هيهبده تاني في الارض ما عملناش حاجه. عشان كده لما حد بيدوخ يقول لك انا خدت العصير وبعد ساعتين دخت تاني، وتروح للدكتور تقول له انا كل شويه بدوخ وبضطر اخد مسكر، لانك بتاخدي حاجه تستفز الانسولين. لا، خدي حاجه نضحك بيها على الانسولين، ترفع السكر بس بشويش. فبالنسبه للحاجه لازم تدخل الحاجات اللي فيها الياف كتير، ده هيخلي مستوى السكر عندك في الدم ثابت الى حد ما. بالنسبه للفاكهه خلي بالك من من من, من التين والبلح والمانجا والموز والعنب عشان سكرهم جلوكوز، مش هقول لك امنعيهم بس خلي بالك سكرهم جلوكوز بالظبط. خد الحاجات اللي فيها الياف، خد البرتقال، خد التفاح، خد الحاجات اللي فيها الياف اكتر من اللي فيها سكريات. عظيم. ده ببساطه يعني هيساعدها كتير. هنرجع لمدام انتصار تاني، انا مش ناسيني كمان انتصار بس هناخد اختنا فاطمه من القاهره واسراء من المنوفيه. اتفضلي يا مدام فاطمه. مساء النور. مساء الفل. انا بس عايزه اقول للدكتور اني انا عندي 27 سنه. اي فن. ووزني 85 ورحت لاكتر من دكتور وكل الدكاتره بيقولوا لي ان انا جسمي مش قابل للخسسان، بعمل دايت جامد جدا وقاسي قوي بس مش بخس. اوكي تمام. طيب هي جاوبت، انت جاوبتي على فكره. معلش هناخد اسراء الاول وبعدين نرجع للدكتور عماد لو سمحتي لي. اتفضلي استاذه اسراء. اتفضلي مدام اسراء. فصل لسه نجاوب مدام انتصار معلش الاول. أوكي. علشان يعني نبقى ماشيين بالنظام. حضرتك كنت قلت لها بفكر حضرتك هي 130 كيلو. أوكي. والسكر والضغط وعايزه تعمل ريجيم. ايه بقى بالزبط اللي تعمله يا دكتور عماد علشان تخس؟ مبدئيا مثلا احنا قلنا هنثبت مواعيد الاكل. من 5 يعني ل 5 افطر بميعاد، غدا بميعاد، وكل ما اكل ساعه بدري انا 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 في الامان بستفاد، لان الحرق هينشط مع الاكل مش هينشط وانا نايم. ومش هينفع اكل يا مدام انتصار وانام، يعني ما ينفعش اقوم الصبح اقوم انا هفطر بدري الساعه 5 وانام ما عملتش حاجه. يعني فاهمه ازاي؟ كنت لسه اسال حضرتك يعني لا ينفع اصحى الساعه 7 8 كده افطر ولا لا؟ انت تعرف ان في هرمونز كتيره في جسمنا ليها ساعه بيولوجيه، يعني ساعات تلاقي طفل عنده حساسيه بيكح طول الليل معذب مامته، يجي الصبح الكحه تروح، فمامته تستغرب تقول لي يعني معذبني طول الليل وبصبح استريح. ببساطه عشان الكورتيزون بيفرز بقوه بالنهار وبيقل بالليل. فده بينطبق على حاجات كتيره في جسمنا، عشان كده ربنا قال وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. في هرمونات كتيره بتفرز مساء اثناء النوم وهرمونات كتيره بتفرز نهارا اثناء الصحيان. سبحان الله. وساعات نقول للامهات ما تخلوش اطفالكم يسهروا عشان غالبا هيطلعوا قصيرين، لان الجروث هرمون اللي بيطول الاطفال الصغيرين دول بيطلع بعد وجبة أو في النوم العميق بالليل، وبالتالي نهمل في أطفالنا ونسهرهم ونقول أصل هو بينام بالنهار هتلاقيه قزم. وده اللي خلى برضو كل الأجيال الجديدة مش طويلة، لأن التلفزيونات والحياة بالظبط الحياة مقلوبة. فإحنا هنصحى بدري ونثبت ميعاد فطارنا، وليكن مثلا هاخد رغيف بلدي أحط فيه أي حاجة أنت عايزاها بما لا يتعارض مع مشاكلك الصحية، يعني ما يبقاش عندي كوليسترول عالي وكل يوم أكل بيض. يعني خلي بالك ما يبقاش عندي كوليسترول عالي وكل يوم اكل جبنه صفرة. مش هقول لك امنعيها بس خدي مره بيض، خدي مره جبنه، خدي مره فول، خدي مره تونه، خدي يعني انا مش عايز احرم حد من حاجه. ده يفضل نوع واحد. النوع الواحد ده بيرفع معدل الحرق زي ما قلنا قبل كده، بيدي فرصه للمعده ان هي تركز فيه، حتى عصاره المعده ما بتتلخبطش، بتبقى مركزه في حاجه واحده بس بتهضمها كويس، بتعمل يعني بيبقى في اريحيه حتى للمعده. انك يعني رغيف بلدي مع نوع او أي مع جبنه بالزبط او مع بيض بالظبط. حتى لو نفسها راحت لحاجه حلوه، نفسها راحت لعسل او مربى او اخد معلقه صغيره في الساندوتش بتاعي، انا ما عنديش مشكله طالما انا عيني على السكر بتاعي. لو هاخد كوبايه الشاي بتاعتي او النسكافيه اعمل فاصل زمني ما بينها وما بين الاكل، عشان مش عايز ابلع الاكل بسوائل، عشان ده بيخلي الاكل اللي انا اكلته بيتخمر، اتدلع عليه ميه بيتخمر،
بيكبر لي المعده، بيعمل لي كرش ببعض الناس اللي عندهم قابليه للكرش، اسيب ساعتين ثلاثه واخد ثمرتين فاكهه يكون فيهم نسبه الياف تحافظ لي على مستوى السكر في الدم، وفي نفس الوقت يكون سكرها فركتوز مش جلوكوز. كمان استنى برتقالتين او برتقالتين تفاحتين لو عندها مشاكل برضو كالسيوم او عندها مشاكل عظم، ممكن اخد مره تفاحتين ومره علبتين زبادي. يعني برضو بيتبص لكذا حاجه واحنا بنشتغل. الغداء بتاعها وليكن مثلا على حسب معدل سكرها بيبقى عامل ازاي. يعني في حد ممكن اقول له هتاخد كل يوم بوله رز او بوله مكرونه او نص رغيف مع البروتين والسلطه والخضار. حد تاني ممكن اقول له انت هتاخد يوم ويوم، هتاخد بروتين سلطه خضار نشويات ويوم بروتين سلطه خضار من غير نشويات. يعني بنقعد والكلام ده مش هتمشي عليه طول عمرها برضو، عشان كده زي ما كنا بنتكلم من شويه ما ينفعش قاعده تتحط وكل ينفذها. حتى الشخص نفسه بنلعب في نظامه كل اسبوع، من باب ان هو ما يتعودش على النظام، من باب انه ما يزهقش وما يملش، من باب ان ساعات يبقى اكله انت كاتبها له مكلفه فتدفعه ثمنها مره وتريحه مرتين، يعني عشان في الاخر انت بتعمل منظومه يعرف يمشي عليها. اجي ساعتين ثلاثه كمان ممكن اخد ثمرتين فاكهه ولا حاجه. نوع الفاكهه اللي بيتاخد برضو او نوع التصبيره اللي بيتاخد او نوع الاكل برضو بفكر هو بياخد انسولين ولا قراص، الجرعه بتبقى كام. ونقول للناس دي كلها يا جماعه الهدف الرئيسي مش انك تحافظ على مستوى السكر بس، انت بتقعد تظبط اكلك عشان تحافظ على مستوى السكر وما تدخش، لا احنا بنقعد نعمل نظام عشان تفقد وزن وتقلل جرعات الدواء. عشان في ناس ساعات يروحوا لدكاتره السكر بتاعتهم يقولوا لا انت بوظت، لا يا ريت ما ياخدش اصلا دواء. يبقى الهدف مش انك تحافظي بس على وزنك او تخسي، لا في هدف تاني انك تقللي جرعات الادويه بتاعتك قدر المستطاع. طب معانا مدام سناء من القاهره بقالها فتره طويله، انا بعتذر لها الحقيقه، ما كنتش حابب اقطع بس الدكتور عماد. اتفضلي يا مدام سناء قبل ما نطلع فاصل. اتفضلي يا فندم. ماشي اتفضل. انا بعتذر لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك انا وزني 90 وكنت عايزه بس اعرف وزني 90 وعندي خشونه في الركبه. طولك كام؟ ماشي اوكي. طولك كام؟ طولي 148. اوكي، وسؤال حضرتك يا فندم. نعم، سؤال وزنها زايد، يعني وزنك زايد بس وخشونه في الركبه. زايد. ماشي. حاضر. شكرا. حاضر. شكرا لحضرتك، نشكرك. حاضر. طيب احنا كده خلصنا بدل الانتصار يا دكتور. يا فندم. العشاء بقى يبقى حاجه مثلا فاكهه وزبادي مش عارف ايه، بروتين وسلطه لو هي جعانه. فاكهه زي ما حضرتك قلت الياف اكتر مش جلوكوز. الياف يعني مش بالظبط. طيب هنجاوب ام احمد من اسكندريه والاستاذه فاطمه من القاهره ومدام سناء لو اذنت لنا بعد الفاصل. اوكي فندم، تمام. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، سنعود الى الدكتور عماد دين فهمي. مرحبا بحضراتكم مجددا. موضوع مهم جدا، الخطر السمنة، الخطر اللي بيتهدد حياة الإنسان الحقيقة وتسبب كتير من المشاكل بسبب عدم وجود نظام صحي في حياتنا، عدم نظام يعني نظام غذائي مستقر. دكتور عماد بيقول احنا بنسهر بالليل وبننام بالنهار، مفيش حرق، بتحصل لنا مشاكل كتير، كلنا بنعاني الحقيقة من هذه المشاكل. خليني أجدد الترحيب بيه مرة أخرى، الدكتور عماد الدين فهمي استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه. برحب بحضرتك دكتور عماد. كان عندنا مجموعه اسئله من مشاهداتنا الفضليات، احنا مش عارفين نسال حاجه من السكريبت اللي قعدناه سلفا. يعني استاذه ام احمد من اسكندريه بتقول ان هي سكرها بقى لو بينزل ل 70 وال 170 وكده. يعني حضرتك تمام، هل في اضافه تحب تقولها؟ انا قلت بس ان هي تركز على الحاجات اللي فيها الياف. وبعدين دايما احنا بنقول مش بس الانسولين اللي بيتحكم في القصه، لا البنكرياس ما بيطلعش بس انسولين، هو بيطلع انسولين وانتي انسولين. يعني في هرمونات بتخفض السكر وهرمونات بت 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 بتزود السكر او بتحاول تظبطه. بس هي اللعبه كلها انا باكل ايه عشان اخليه يوطى قوي، وانا باكل ايه عشان اخليه يعلى قوي. تجنبي انك تاكلي مسكر على معده فاضيه، لان ده هيخلي سكرك يعلى فجاه وهيخليه برضه ينزل فجاه، لان الانسولين هيجي يخلص عليه خالص. لا احنا بناخد حاجات تحافظ على مستوى السكر في الدم بنسبه ثابته من غير ما يزيد ولا يقع. حاولي تثبتي مواعيد اكلك، بلاش الجبات الطويله، بلاش مره اقوم الصبح ماليش نفس افطر وابدا يوم الساعه 5 هتلاقي سكرك واطي جدا وهتيجي تاكل تلاقيه عالي جدا. لا، فهنظبط اكلنا بقوانين معينه وبنظام معين، هنركز على الالياف قدر المستطاع، كميات الاكل ونوعها على حسب انا باخد جرعات قد ايه من السكر او باخد جرعات قد ايه، سوري باخد جرعات قد ايه من الانسولين او من الادويه.
والهدف الرئيسي انك تخفضي وزنك عشان تصلحي السكر بتاعك. ممتاز. طيب فاطمه 27 سنه، شابه صغيره، عن وزنها 85 كيلو وبتعمل رجيم قاسي ومش عارفه تخس. استاذه فاطمه، انا قلت لها من كلامها انت جاوبتي، قلتي قالت انا بعمل رجيم قاسي جدا ومش عارفه اخس. هو ده اللي خلاكي مش عارفه تخسي؟ قاسي. قاسي لان انت شخص وخلاياكي معاكي بتفكر بتحس زي بالظبط الموظف، كنا برضو قلنا المثل ده، اللي بياخد راتب كبير جدا سهل يصرف على بيته كتير جدا، واللي راتبه قليل جدا بيقنن الصرف جدا عشان يعيش. جسمك كده بالظبط، اذا قننت الاكل جدا هو كمان هيقنن الحرق. ما هو مش معقول يا جماعه واحده ما بتاكلش وربنا يخليها تحرق، هتموت. يا سبحان الله. يعني تخيل واحد ما بياكلش، واحد اتسجن، واحد تاه في الصحراء وما فيش اكل، فربنا هيخلي حرقه يفضل زياده، يبقى ولا اكل فينتهي في عدد ايام، ينتهي في عدد ايام. انما ربنا بيعمل توازن، في بافرنج سيستم بيشتغل. الخلايانا دي بتحس وبتفهم. البافرنج سيستم اول اللي هو في جسمنا، اول ما بيلاقي في حاجه نقصت بيحاول يوقفها. لو الميه قلت جدا هتلاقي كميه التبول او دخول حمام قلت. ميكانيزم عشان ولو الميه تكتر، كنا بنتكلم شويه بيدخل حمام كتير عشان مش حمام كتير عشان نفس القصه. انت بتقللي حرقك، وكل ما تروحي للدكتور بتاعك بيتجنن فبيقول ايه، لا هضغط عليها اكتر لان هو عايز يطلع نتيجه. طب خلينا نقول لها على نصيحه او نظام دكتور عماد تتبعه بعد اذن حضرتك. تمام. بعد ما ناخد اختنا ليلى من الموفية. اوكي يا فندم. ونرجع لفاطمه تاني نقول لها بقى ايه النظام اللي الدكتور عماد ينصحها بيه. اتفضلي يا استاذه ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سني 15 سنه ووزني 65 وطولي 170. تمام. مش عارفه بقى الوزن المناسب ولا لا، وبس بحتاج لسكر كتير. انا خسيت كان وزني يجي 75 كده كويس او 80 وخسيت. بس طولك قد ايه يا ليلى؟ 170. 170. طيب تابعينا ما تقلقيش ان شاء الله دكتور عماد يقول لحضرتك، يعني صغيره ومهتمه بصحتها. كويس طبعا، برافو عليها يعني. طيب نرجع لفاطمه بقى، ايه بقى الرجيم المناسب ليها في السن ده وفي الوضع ده اللي 27 سنه؟ فاطمه على حسب المده يا استاذه فاطمه اللي انت عملتي فيها رجيم قاسي. يعني المدة دي قصيرة ممكن نبدأ عادي مفيش مشكلة، إنما لو أنا بقالي فترة شهور بقنن الأكل، فاطمة لو ابتدت تاكل هتتخن تاني. هتتخن تاني. لأن 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 جسمها شره للأكل وهي منع الأكل بقالها فترة، لا فهتتخن تاني. عشان كده هنزود كميات النشويات والدهون بالتدريج لغاية ما نوصل لمعدل طبيعي، والنشويات تكون حبوب كاملة أكتر من الحاجات اللي هي الريفاين. يعني اخد العيش البلدي واخد الرز اكتر ما اخد المكرونه، واخد ولو هاخد مكرونه اخد مكرونه بني بيبقى فيها الياف، يعني هرجع على الالياف اكتر قدر المستطاع من ان انا اخد الفينو واخد الحاجات الفاين شويه. خديها بالنهار ما تاخدهاش بالليل، يعني خدي النشويات دي في الغداء، خديها في الفطار، بالليل قلليها قدر المستطاع. بلاش النقنقه في الوسط، يعني بلاش وانت جعانه وغالبا هي ده هيحصل لها، انك تاخدي خيارايه وتاخدي طماطمايه وتاخدي جزرايه، لا اعملي فطار واعملي غدا واعملي عشاء وحطي تصبيره او اتنين، فيما عدا ذلك بلاش النقنقه في الوسط لان المعده. تصبيره تكون ايه دكتور؟ بالظبط. التصبيره ممكن فاكهه، ممكن زبادي، ممكن شويه سلطه، ممكن كوبايه رايب، يعني ممكن كوبايه حليب. الناس اللي ملهاش في الحاجات دي كلها ونفسها تاخد فنجان نسكافيه بتاعها ممكن يمشي، بس هنبعد برضو عن الكافي ميت والمبيضات والحاجات دي، لان وزنها على سنها بيقول ان عندها سنه موضعيه في البطن والارداف مش هيبقى في كل جسمها، وبالتالي ده هيزود لها المشكله اكتر. عظيم. طيب الاخت سناء من القاهره، عن 90 كيلو وطولها 148 وعندها خشونه في الركبه. طيب 90 كيلو هو سبب للخشونه يعني طبعا يعني زي. فلازم تخفض وزنها. انا رايي ان هي ما تعملش مجهود قوي لانها تزود الخشونه وتهتم بفقد الوزن، بس اوعي تفقدي وزنك بقله الاكل، لان زي ما المفصل وزي ما ظهري محمل على عظم هو محمل على عضلات. اذا انت عملتي رجيم قاسي عشان خايفه من الخشونه، العضله قوتها هتقل فهيبقى التحميل على العظم اعلى، فهتلاقي نفسك خسيتي وهتروح للدكتور عضل تقول له انا خسيت اهو بس الوجع ما بيتحسنش، لان العضله اللي كانت شايله معاكي هي والعظم شايلين سوا وزنك، اصبح الحمل كله على العظم والعضله ضعيفه. يعني خشونه يعني الغضروف ده في الاول كان بيطقطق بيحصل احتكاك، مع الوقت الغضروف ده تاكل، لما يتاكل تحت الغضروف فيه العصب، اول ما يلمس عصب الم مبرح. احنا مش عايزين نوصل للقصه دي، لازم نخفض وزننا برضو بطريقه مثاليه تعتمد على الميه وتعتمد على المواعيد،
ما تعتمدش على اعشاب بالنسبه لك نهائي، لان الاعشاب مدره للبول او ملينه، وفي الحالتين هينزلوا ميه جسمك، والجفاف بالنسبه لك بكل صوره ودرجاته هياثر على السائل بتاع المفصل، هياثر على الحرق، هتلاقي نفسك لا بتتحركي ولا بتحرقي. طيب الاستاذ ابراهيم من القاهره، اتفضل يا فندم. الو. اتفضل. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي ابراهيم، عندي 64 سنه. ربنا يديك الصحه. الحقيقه وزني 92 كيلو. وانا ممكن توطي التليفون بعد اذنك يا استاذ ابراهيم؟ التلفزيون. التلفزيون توطيه وكلمنا من التليفون. يعني كلمنا واسمعنا من التليفون. خلاص انا عملت كده. اتفضل. اه كده احسن. اتفضل. يعني عايز اقول وزني 92 كيلو تقريبا. اللي حاصل اني عملت محاولات كتيره عشان انزل وبنزل طبعا، ولكن برجع ارد تاني. مشكله الوزن الزايد ده متركز جزئين، في البطن وفي المقعده. الناحيه الاخرى انا مريض قلب ومريض ضغط، وطبعا انا راجل عجوز. لا 74 سنه مش عجوز، عم شباب. اشكرك على دول. والله ربنا يديك الصحه. لا انا بروح شغلي وبتحرك وبعمل كل حاجه كويس، لكن مش سعيد خالص انه البطن بالشكل ده ولا المقعده بالشكل ده. يعني مارست كتير قوي من مثلا سن ال 50 الدايت ده مع دكاتره، اقعد شويه وبعدين بعد شويه سنه سنتين وبعدين ازهق وبعدين اعود وهكذا. يعني النهارده انا بكلمك يمكن بعد المحاوله السادسه او السابعه، وبقيت مثلا مشترك مش عارف في جروب ايه وجروب ايه، ولكن الحقيقه انا ما وصلتش لنتيجه مرضيه لحد دلوقتي. طيب خلي حضرتك معانا وسيبك من الجروبات يا استاذ ابراهيم، وان شاء الله دكتور عماد يقدم لحضرتك النصيحه السليمه في هذا الامر. من دمياط الاستاذه امل، اتفضلي يا استاذه امل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا امل، عندي 20 سنه، مريضه سكر من وانا عندي 5 سنين. تمام. سامعينك. باخد انسولين، باخد 3 مرات في اليوم، باخد اترابيك وباخد لانتوس بالليل، باخد 4 مرات. طول 153 ووزني 85 كيلو. حاولت كتير ان انا اعمل ريجيم، بس في ناس كتير قالوا لي مثلا الانسولين هو اللي بيزود جسمك وكده يعني. فمش عارفه اظبط اكلي او اظبط ريجيمي ازاي، لان باخد حقن فباجي لي هبوط، فبضطر ان انا اكل، فمش عارفه ارتب يعني. لا هتبقي كويسه ان شاء الله. بس بس الدكتور يقول لي على حاجه امشي عليها ممكن تساعدني ان وزني انزل، لان وزني كتير بزياده يعني. الف سلامه عليكي وهتبقي كويسه ان شاء الله. تابعينا بس ما تقفليش. الاستاذه نسمه من المنصوره. استاذه نسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا استاذة نسمة. أنا عندي مشكلة في حاجة، أنا كنت يعني هو أنا وزني زايد حوالي 10 أو 15 كيلو. كنت بمشي يعني بمشي مشي سريع حوالي نص ساعة لساعة، بس كنت بلبس يعني شورت تخسيس، فبطن عندي بتنزل أو جزء اللي تحت يعني. فما سبته بقى بطني علاج جدا، بطني لتحت يعني، فمش عارفة لما ثابت يعني الرياضه تحت بالذات هو اللي عندي تخين يعني. اوكي. يعني انت عندك المشكله في الارداف وفي البطن. بطني اللي تحت كمان مش اللي فوق يعني. هو لاني كنت بلبس اللي هو شورت التخسيس، فلما قلعته فعمل لي المشكله دي بقت زياده عندي. اوكي. طيب تابعينا يا استاذه نسمه، ما تقلقيش ان شاء الله تبقي كويسه. الاستاذه ساره من الجيزه. الو. اتفضلي يا ساره. الو. سؤال حضرتك للدكتور عماد، سامعينك يا استاذه ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا وزني 110 وعمري 16 سنه، وكل ما بروح للدكتور يقول لي انت مش هينفعش تخسي، وكل ما بعمل دايت ما بخسش. اوكي. ليه ما ينفعش تخسي ليه يا ساره؟ مش عارف، انا كل ما بعمل دايت ايه بتعب وما بيخسش. انت عندك اي مشاكل صحيه؟ انا عارف السبب. عندي كوليسترول. ما هو ده بسبب زياده الوزن. طيب تابعينا يا ساره، ان شاء الله تخسي وتبقي زي الفل. دكتور عماد، عندنا كده الاستاذه سناء من القاهره، حضرتك كده جاوبتها موضوع الخشونه والاكل يعني والنصائح. الاستاذه ليلى من المنوفيه.
15 سنة، وزنها كانت 75 نزلت ل 65 وطولها 170، ورغم ذلك عايزه تخس شويه يعني. شايف انها احنا بالبلدي كده من غير ما ندخل في حسابات بنشيل 105 او 110 من الطول بالنسبه للسيدات، فلما هي تبقى 170 وهي 65 هي المفروض من 60 ل 65، فهي مش ازمه، بس غالبا طالما اتصلت هيبقى عندها وزنها الى حد ما كويس، بس هتلاقي عندها ديفوهات. هتلاقي في مناطق معينه مضايقاها، وده اللي بيخليها بالظبط. بنقول ايه؟ بنقول وده برضو جاي بعد كده، بنقول ان السنه الموضعيه اسبابها ايه. اول سبب بالنسبه للبنات تحديدا والرجاله، سبب ما لهمش لازم يعني ما لهمش دعوه بيه، يعني البنت وهي بطن مامتها اول ما بيتحدد نوعها ان هي انثى، ربنا اثناء التكوين بيحط في منطقه البطن والحوض نسبه خلايا دهنيه، مش عشان يبقى في مشكله تخن بعد كده، بس عشان المنطقه دي جوه فيها مبايض وفيها رحم وهتجيب بيبي بعد شويه، فحب يحملها المنطقه دي بخلايا دهنيه، بس احنا اللي بنعمل اشياء خاطئه خلينا الخلايا الدهنيه اتملت. الرجاله ما عندهمش لا مبايض ولا حاجه، بس ربنا رب لهم شويه خلايا دهنيه فوق منطقه البطن، عشان كده دايما تلاقي الراجل يتكرش والست يطلع لها بطنه ارداف. ما تلاقيش راجل بارداف وما تلاقيش ست بكرش، ممكن ببطن، فيما عدا احد المتصلين قال ان هو عنده منطقه المقعده اللي هي الارداف. طب ما ده ازاي بقى جات له؟ لاسباب اخرى بقى، باد هابتس. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل بطن او ارداف؟ النوم على البطن والميه وسط الاكل والجبنه السايحه والبيتزا، واللي بياكل وينام، واللي بيصحى متاخر، واللي بيتغدى بعد الساعه 5، واللي بياخد فيزي درينك حتى لو دايت، واللي يولع الاكل بميه، واللي بيعمل يويو دايت، اخس وارجع واخس وارجع، كل كيلو هخسه من جسمي كله، وكل كيلو هيطلع هيروح في المنطقة اللي فيها دهون. يعني في الستات بطن وأرداف، في الرجالة الكرش. طب إيه اللي يخلي راجل يطلع له أرداف أو يطلع له دهون على الثدي تسدي وبنشوفها كتير؟ الراجل ده إما إن جينات في العيلة أو إنه بياكل أكل شوية فيه هرمونات أنوثة. إحنا عارفين إن الفول الصويا فيه أعلى نسبة إستروجين، فلو واحد بياكل جنج فود أو بياكل الأكل المصنع البروتين ده بيحتوي على نسبة فول صويا محترمة، وبالتالي بياخد نسبة استروجين محترمة، فبتخلي الدهون تتخزن في مناطق الستات اللي هي منطقة الثدي ومنطقة الأرداف. عشان كده قالب به، امنع الأكل المصنع، امنع الأكل الجاهز. طيب ليلى كده ما عندهاش مشكلة، ما تقلقش يعني، تحافظ بس على وزنها 65 كيلو. هنجاوب الأستاذ إبراهيم بس بعد ما ناخد آخر تليفون، أستاذ محمد من القاهرة، عشان هنجاوب الأسئلة اللي عندنا. أستاذ محمد اتفضل. ألو. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ الحقيقه طبعا انا بشكر الدكتور، انا حاسس ان هو طبعا متمكن جدا وربنا يديله الصحه. اشكرك اهلا بيك. سؤالك يا استاذ محمد. السؤال حضرتك، انا كان المفروض ان انا وزني زياده شويه، حاولت انزله بكذا حاجه ما نزلش. كنت الاول قبل كده نزلته بحاجه اسمها الرجيم الكيميائي ونزل اكثر من 19 كيلو في شهرين. دلوقتي انا جالي سكر بعد عمل تحاليل سكر تجسسي، والمفروض ان وزني دلوقتي 104، عايز اقلل وزني ده لحوالي 80 او 85 كيلو. طولك قد ايه؟ انا طولي 170. وسنك؟ 49. لسه شباب. استاذنك تقول لي، كنت اديني يوم كده من الكيميكال دايت اللي كنت عامله. والله كان الكيميكال دايت ده كان بيعتمد على الرجيم الخاص بالبيض، وكان ممكن جدا اليوم الواحد عباره عن وجبه مثلا بيضتين الصبح، كوبايه عصير معاهم، فتره الظهر ممكن سلطه وبرده بيض او اثنين، بالليل ممكن سلطه بس او كوب مثلا جريب فروت او كوب من العصير برتقال الفريش. اوكي. ده كان ممكن يكون يوم. ممكن يوم تاني يبقى جبنه قريش مع 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 بيض مسكوب برضو، وبرضو عصير برتقال. خلاص. طيب تابعنا يا استاذ محمد والف سلامة على حضرتك. الاستاذ ابراهيم بقى من القاهره، هو اللي حضرتك ربنا يديله الصحه، 74 سنه وعنده 92 كيلو او وزنه يعني، وبيعاني مشكله المقعده والبطن، هو عايز يخس شويه، حضرتك تنصحه؟ فمحتاج نبعد خالص 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 عن اي اكل بروسيسد، يعني بولوبيف واللانشن وبرجر ومش عارف ايه والكلام ده. ما اعتقدش ان هو في السن ده، اعتقد ان هو بياخد اكل صحي يعني. يعني بنسبه كبيره مش شرط يكون بياخده دلوقتي، بس ممكن يكون خده في وقت من الاوقات. خلى الدنيا عملت كده. بعض الناس بيتخيلوا ان الحته المليانه لما اريضها
تخس عاملة رياضة يعني. في برضو متصلة بتقول انها بتمشي ساعة وبتمشي ساعتين. انا لو عندي المقعدة عالية وانا بمشي كتير او بتحرك كتير انت بتحرق الدهون اللي في العضلة اللي انت بتحركها، بس بتحرق الدهون اللي تحت الجلد اللي ملهاش وزن وبتربي مكانها عضلة. فالخوف ان يكون جزء من المقعدة هو عضلة الجلوتاي او الجلوتيال ماسل كبرت بقت في عضلة، عضلة هنا مش هينفع تخسسها. وبما ان هي سمنة موضعية مفيش رجيم موجه، المعدة عامية، يعني ما ينفعش نعمل نظام غذائي ونقول للأكل هو رايح لو سمحت روح كسر دهون الرجل سيب دهون الإيد. مش هنعرف نعمل كده. غالبا هنمشي على بالانس الدايت مع علاج موضعي في منطقة الأرداف أو منطقة المقعدة عشان العلاج الموضوعي يكون إيه يا دكتور؟ حاجات كتيرة بقى أكوردنج بالظبط، يعني ممكن كرايو، ممكن كافيتيشن، ممكن ريديو فريكوانسي، ممكن ليزر بارد، ممكن ميد ثيرابي، حاجات كتيرة جدا. إيه اللي ينفعه على حسب نوع جلده وعلى حسب السمنة دي هي سمنة مع جلد مشدود ولا 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 سمنة مع ترهل؟ هل هي عضلة أصلا ولا هي دهون بس؟ فدي محتاج يتبص عليها كويس عشان نقرر. طيب الأستاذة أمل من دمياط 20 سنة وهي مريضة سكر وهي عندها 5 سنين وزنها 85 كيلو وعايزة تخس شوية، وهم بيقولوا لها الأنسولين السبب، يعني ينفع طيب تخس وتحافظ على ينفع تخس؟ قالت كمان نقطة أنا فاكر بتقول إن هي يعني بتحب تاكل مسكر عشان بتدوخ. انت الفكره انك لو مظبطه سكرك اصلا ما كنتش هتدوخي، هي الفكره انك مش عارفه تظبطي كميات الاكل مع كميات الادويه اللي بتاخديها، فانت محتاجه بس يتظبط لك ببساطه، يعني موضوع سهل بالنسبه لها، يتظبط لك اكل ايه مع ايه مناسب مع جرعه الدواء اللي باخدها، الموضوع انتهى. يا سلام. يعني 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 ما هياش ورقه وقلم وايرور اند ترايل، يعني ممكن نجرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما نوصل لمنزل عنده ضغط بياخد دواء ضغط ما صلحش ياخد لغايه ما نوصل لمعادله الموضوع اتحل، بالنسبه لها سهل جدا. طيب نسمة من المنصورة اعتقد حاجه جاوبتها دكتور عماد، اللي هي وزن زايد و15 كيلو وبتمشي ساعه وبتلبس شورت وكده. بالظبط. الشورت التخسيس والكلام ده كلام فاضي، والكرسيهات بتبوظ فعلا الجسم وبتحرك الدهون من مكان لمكان، فمش مش 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 منطقي ان انا اعتمد عليه. لا احنا زي ما قلنا اللي عايز يفقد وزن هم حاجتين، يا يسيطر على الكميات اللي داخله يا يرفع معدل حرقه بثوابت احنا قلناه. عظيم. الاستاذه ساره من الجيزه 110 كيلو وعندها 16 سنه والكوليسترول عندها عالي، والدكتور بيقول لها ما تخسش. ليه ما تخسش؟ انا قلت غالبا انا عرفت السبب لما قال لها ما تخسيش. لو بتروح لمتخصص مش هقول لها مش هتخسي. بعض الحالات لما بتبقى صعبة على غير المتخصصين بيريح دماغه بيقول لها ما تخسيش. دي طفلة في الآخر، 16 سنة دي طفلة. الطفلة دي ليها معاملة خاصة، يعني بنقعد كده نرسم لها الهرم الغذائي وبعد كده نشرح لها ازاي الهرم بقى هرمي الغذائي، وبعدين ازاي بقى ماي بليت بقى طبقي، وازاي نسلكت العناصر واللي ما ينفعش. ليها قصة كده. هي عروسة جميلة بس في الآخر 16 سنة لسه في مرحلة نمو وهرمونات بتتكون، يعني ليها قصه كده. بس مفيش حد ما ينفعش يخس او ما بيحرقش الا المتوفي. يعني اذا انا قاعد قلبي بينبض ونفس داخل ونفس خارج انا بحرق 16 سعر وانا قاعد. عظيم. فلا اخر سؤال يا دكتور استاذ محمد لان وقتنا انتهى. ال 19 كيلو في شهرين بالنظام الكيميكال هو ده قريب، بس هو عاوز يخس شويه، هو 104 دلوقتي وطوله 170 سم. هو قريب من النظام السحري اللي احنا قلناه من شويه، ان هو انا مش باكل يا استاذ محمد وجاله سكر، انا افتكر قال اصيب بسكر. احنا قلنا من شويه انت لما بقعد فتره من غير اكل انا ما باكلش، انا باخد جريف فروت وباخد سلطه وباخد بيضايه، مفيش نشويات. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان جسمي بيبقى شره للنشويات، فلما اريح يعني مش عايز اقول وكأن ده احد اسباب ظهور السكر. يعني وكأن الطريقة دي هي سبب من ضمن اسباب ظهور السكر. حد انت خانقه وفجأة سبت ايدك، شهيق فظيع. انا لما بمنع فترة واكيد منع فترة حلوة ومنع بقوة عشان نزل 19 كيلو بنظام زي كده في وقت قليل، لما بيجي يشم نفسه بقى لو انا هاكل رغيف كان هيتخزن منه ربعه وهيتحرق ثلاث ارباعه، لا انت هتخزنه كله لان جسمك محتاجه. حتى طريقه تخزينه هتبقى متكروته، عارف اللي هو جسمك ما عندوش رفاهيه الوقت انه يقعد يستف ويكسر ويعمل، لا عايز اي حاجه بيخزن. خلاص واحد تاه في الصحراء مره فعمل حسابه، اول ما بيشوف صحراء يبتدي يخزن الاكل طول الوقت. فالحل برضو ان احنا ناكل بطريقه معينه، طريقه صحيه نراعي فيها ندخل فيها حبوب الكامله، ندخل فيها الاكل اللي فيه رده،
ندخل فيها النشويات بحرص، نظبط كميه اكلنا مع كميه الانسولين او كميه الاقراص اللي احنا بناخدها. مثال بسرعه، انت ممكن تفطر الصبحيه نص رغيف جواها بيضايه ولا حته جبنه ولا حاجه مع طبق سلطه كويس يكون اليافه كتيره طماطمه قليله. هناخد سمرتين فاكهه يكون فيهم الياف، برتقان ولا تفاح ولا حاجه في التصبيره. اتغدى نص رغيف او بولت رز قابلين للزياده بالتدريج على حسب احتياج جسمك وعلى حسب. بعد كده ممكن تاخد تصبيره تاني تفاحه او حاجه وتعشى فاكهه وزبادي او بروتين وسلطه، وبعدين هنغير تباعا يعني. اشكرك دكتور، تحت امرك. تحت امرك، انا اسعد طبعا حقيقه يعني، وخدمه عظيمه بنقدمها للناس من خلال شاشه قناه الناس، من خلال يعني المتخصصين زي دكتور عماد. الحقيقه رجل شديد التخصص ومتمكن ولا يبخل علينا الحقيقه بوقته، فانا بشكره شكرا جزيلا. بشكركم، وبكره ان شاء الله لقاء جديد وحلقه جديده من برنامجنا مع الناس. الى اللقاء.